10 ايام وتبتدي الحكايه، حكايه حلوه برجاله جدعه. مش قادر استنى، مش قادر. في العشر ايام دول هنستنى وهنحلم ونتمنى نشوف منتخبنا في المونديال للمره الثانيه على التوالي. لو شريف مش في قايمه مصطفى هيسد، لو علاء مش في احسن حال هيبقى احسن واحد في الماتشين، هاني هيبقى هاني بايرد، ومصطفى فتحي هيعمل واحده من بتوعه، ومروان هيورينا اللي ما شفناهوش. صلاح موجود والشناوي وابو جبل هيامنونا، ورجاله النص مش هيسيبوا حد يعدي ويوصلوا لهم. ما تستنوش قايمة المنتخب علشان كلهم كده كده هيفرحونا، استنوهم في كأس العالم. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10 و10 ايام ونروح لمباراه مصر والسنغال في تصفيات كاس العالم. مش قادر استنى واكيد حضراتكم مش قادرين تستنوا. قلق وتوتر وتفاؤل وحماس، وان شاء الله باذن الله باذن الله امل كبير في ربنا اولا في الجهاز الفني واللاعبين ان احنا باذن الله نوصل كاس العالم للمره الثانيه على التوالي. مصر الاول مره باذن الله توصل لكاس العالم لمرتين متتاليتين، ان شاء الله ده يحصل، يحصل واحنا هاديين، ويحصل واحنا فرحانين، يحصل واحنا بنسمع اغاني وطنيه كده تحفزنا وتحمسنا، ما نستناش نسمعها او نشوفها الا وقت المباريات او وقت الانجاز، لا، طول الوقت كده ايه، دوروا على حاجات تطلع فيكم روح الوطنيه كده، تخليكم عايشين الاجواء، تخليكم متحمسين، تخليكم مترقبين. انسوا بقى، انسوا بقى الزمالك وتجديد اللاعبين، الاهلي ومشواره في افريقيا وفي الدوري. طبعا 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 الاثنين بالنسبه لنا انديه كبيره، ونحب نشوف الاهلي ان شاء الله في الدور اللي جاي، الزمالك يلحق يلم اوضاعه الفتره اللي جايه ويحسن الاداء ويحسن النتائج. بس دلوقتي مش عارفين نفكر غير في منتخب مصر، مش هنعرف نفكر غير في منتخب مصر، لازم ما نفكرش غير في منتخب مصر. كلنا كلنا نفس الحماس، كلنا نفس الروح. امبارح بدأت تتسرب قائمة لمنتخب مصر، لم تعلن رسميا حتى هذه اللحظة قائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم. بس بدأ الناس كما كنت بقول لكم امبارح، هو ليه فلان ما دخلش؟ هو ليه فلان بره القائمة؟ هو هيلعب ازاي؟ مين باك يمين وبيك مين باك شمال ومين في نص الملعب؟ طب وليه ما خدش مهاجم مع مصطفى محمد غير مروان حمدي؟ طب ما محمود علاء الفتره اللي فاتت ده حتى الزمالك بينتقد مستواه وله اخطاء. كلام كتير بيدور في
الحكاية دي في حقيقة الأمر، وهفضل أكرر وأنا هكرر رغم أن أنا ما بحبش أكرر، بس هكرر عشان نقول ونسمع بعض، نتبادل يعني الـ مش هقول النصيحة بس نتبادل الأفكار، يعني نتبادل الروح والحماس وحب البلد وحب منتخبنا الوطني. ما ينفعش أبدا دلوقتي نتكلم على أي لاعب دخل أو خرج من المنتخب خالص، حتى لو أنت شايف أن عندك حق مليار في المية، معلش ضحي اليومين دول بأفكارك، ضحي اليومين دول بآرائك. شوف بقول لك يعني أنت صح يا سيدي، تمام صح يا صح، مش إسقاط ولا ترياء لا قدر الله، صح ممكن تبقى صح جدا، ممكن تقول إزاي ده ما يلعبش في المنتخب، ممكن يكون عندك حق، بس هو المؤكد المؤكد ان المدير الفني المنتخب مصر وجهازه المعاون هم اللي عندهم حق اكتر مننا كلنا، على الاقل لحد ما نخلص المباراتين. بعد ما تخلص المباراتين ان شاء الله باذن الله نبقى في كاس العالم، نقول بقى ايه، لا في كاس العالم بقى ما تشوف ده ولا ده، خده معاك المنتخب، نقول ارائنا لحد ما نوصل لكاس العالم، وساعتها برضه هنقول ايه ان المدرب يختار اللي هو عايزه، بس مفيش مانع ان احنا بقى ايه نقول ارائنا، واحنا عندنا مساحه زمنيه من الوقت ان احنا نقول ارائنا لحد ما نوصل لكاس العالم. بس دلوقتي ما بقاش في وقت خالص، الحكايه كلها مسانده فقط. هفضل اقول الكلام ده كل يوم لحد ما العشر ايام دول يخلصوا ونوصل للمباراه الاولى قدام السنغال. ما تفكرش، انا مش هناقش اي حد ولا هتكلم مع اي حد ليه مين ده اتاخد وليه ده ما اتاخدش، انا واخد عاده على نفسي كده ان شاء الله مع ضيوفنا في الايام اللي جايه. احنا هنتكلم ازاي المنتخب يلعب ان شاء الله، ازاي نقدر نكسب، هناخد ايه من مباراه القاهره، هناخد ايه من مباراه السنغال، محتاجين طريقه اللعب تبقى عامله ازاي، محتاجين التشكيله تبقى عامله ازاي، التشكيله اللي اختارها كارلوس كيروش او من القائمه اللي اختارها كارلوس كيروش. هو ده الكلام اللي ممكن ندردش فيه، وبرده بالمناسبه يعني في كل الاحوال هو اللي هيحط التشكيله، هو اللي هيختار طريقه اللعب، بس ما فيش مشكله ان احنا ندردش في الحاجات دي زي ما العالم كله بيعمل، ما فيش يعني ما فيهاش يعني دي مش تعمل مشكله. احنا نتصور ونتوقع انه الاحسن كده والاحسن كده والاحسن كده، بس في موضوع اللاعبين انت تؤثر بشكل مباشر على اي لاعب لما بتقول ليه فلان دخل وليه فلان خرج. وهقول لكم بصراحه، انا الكام يوم اللي فات دول كنت قلقان على محمد صلاح، هو محمد صلاح خلاص يورجن كلوب النهارده قال انه هيبقى جاهز باذن الله لمباراه ارسنال يوم الاربعاء غدا، خلاص جاهز، كان تعرض لاصابه وخرج من المباراه الماضيه قدام برايتون وهيبقى موجود في المباراه قويه جدا قدام ارسنال غدا، فخلاص اطمنا على صلاح وان شاء الله يبقى جاهز. بس كنت بقول لنفسي هو كريم لو صلاح لا قدر الله لا قدر الله غاب عن المباراه، الدنيا كده باظت، المنتخب هيفك، ما عندناش اهم لاعب واهم عنصر في المنتخب، فكده خلاص مش هنوصل كاس العالم. لا، حتى لو لا قدر الله كان غاب وان شاء الله يبقى موجود عشان هو الركيزه الاساسيه، هو اكتر من 50% منتخب ان شاء الله يأدي، بس ده مش معناه انه صلاح لو مش موجود المنتخب هيتاثر. تخيل بقى انا بقول لك الكلام ده على مين، على صلاح، صلاح احسن لاعب في العالم، فلما يبقى في اي لاعب انت متصور انه لما هيغيب المنتخب هيتاثر تبقى غلطان. ليه؟ انه في الاصل احنا داخلين المباراه دي بالقلب والحماس وطبعا بطريقه اللعب ومهارات اللاعبين والكلام ده كله، بس الاول بقلبنا وحماسنا اللي متعودين عليه، نقطة القوة بتاعت منتخب مصر على مر التاريخ، تلاعب أي منتخب مهما كان قوي، مهما كان عنده عناصر مش طبيعية، مهما كان عنده عناصر محترفة في أكبر دوريات العالم، أنت بتخش معاك الورقة بتاعتك، الورقة الكسبانة اللي هي لا أنا الحماس والروح عندي ما فيش زيهم، هل الحماس والروح اللي بيكسبوا؟ في الأصل لا، في الأصل لا، يعني دي قاعدة خاطئة. في الأصل لا، عند كل المنتخبات قاعدة خاطئة، أو عند كل الفرق قاعدة خاطئة. بس عند منتخب مصر لا، مجربينها مجربينها وناجحه على مر التاريخ، فنلعب بيهم. طيب عشان الحماس والروح دول يبقوا موجودين عند اللاعبين والجهاز الفني محتاجين ايه؟ محتاجين مننا احنا طول الوقت دعم ومسانده الى ما لا نهايه، الى ما لا نهايه، دعم ومسانده عشان ناخد السلاح ده او الكارت ده ونلعب بيه في مباراه السنغال. لو هم معهمش الكارت ده واتكلمنا بس على امكانيات فنيه وفرديه في الملعب، لا ممكن السنغال تتفوق عشان عندها عناصر موجوده في اكبر فرق العالم. احنا عندنا حاجات عارفين ان احنا بنكسب بيها. خد بالك ان الجيل الذهبي العظيم
اللي انت بتتكلم عنه دايما هو جيل فعلا ذهبي عظيم اللي هو 2006 و2008 و2010. لو تتذكر وقت البطولات الافريقيه الثلاثه احنا كنا بنلاعب منتخبات على الورق برضو زي دلوقتي كده، السنغال اقوى على الورق كان على مستوى التشكيله، بكلمك بواقعيه واحنا كلنا عارفين ده، مش محتاج يعني ايه اقولها يعني، على الورق حتى لعيبه منتخب مصر عارفين، حتى الجهاز الفني عارف الكلام ده، بس وقتها كنا بنلاعب منتخبات اقوى برضو بكتير من الجيل الذهبي العظيم ده على الورق. كنت تلعب كوت ديفوار وهي مليانه نجوم في احسن فرق في العالم، تنزل تكسبهم 4. طبعا عندك امكانيات فنيه في الملعب، بس لو انت فكرك ان الامكانيات الفنيه اللي في الملعب دي بس اللي كانت بتكسبك تبقى غلطان، عشان هم كان عندهم برضو امكانيات فنيه عظيمه اكبر منك لو على المستوى الفردي والخططي، بس انت كنت تنزل بقلبك بروحك بالحماس وبتشتغل وبتلعب وبتجتهد وبتفكر في شعب بحاله وراك، بتفكر انك عايز تفرح الناس. هتقول لي يعني يا كريم يعني منتخب السنغال ما بيفكرش زيك كده؟ طبعا طبعا عنده شعب وراه هو كمان نازل بحماس وروح، بس احنا في حته زياده عندنا، في حته زياده عندنا. كل الفرق بتلعب بحماس وروح، اي فريق بيلعب بحماس وروح، اي فرقه في الدرجه الثالثه حتى مش على مستوى المنتخبات هتلعب بحماس وروح عشان تكسب، مفيش حد بيبقى عايز يخسر، بس احنا عندنا حته زياده. بنعرف ازاي؟ كان معايا الكابتن محمد عبد الجليل من كام يوم بقول له احنا بنعرف ندوس البنزين على الاخر، بنعرف نجيب اخر البنزين، عارف انت سايق كده وتجيب على الاخر، احنا بنجيب الاخر في الماتشات اللي زي دي. ممكن هو يقول لك ايه؟ لا انا عارف ان انا وانا في النص كده، وانا في نص المجهود ونص الامكانيات او امكانيات اللي انا يعني مش محتاج اطلع امكانياتي كلها هعرف اكسب. احنا بقى لا بنجيب اخرنا وبنزود عليها كمان. بنزود عليها. يعني انت اللاعب اللي انت بتشوفه في الدوري او في بطولات افريقيا على مستوى الانديه مش في مستواه، هتلاقيه في مباراه السنغال بيديك 10 اضعاف مستواه، تلاقي مستوى خيالي. وبعد المباراه ما بتكلمش على مباراه السنغال بس، بقى على اي مباراه كبيره تقول ايه ده، اللاعب ده لازم يحترف في اكبر نادي في العالم. هو في حقيقه الامر هو ما اداش مستواه بس، هو ادى مستوى كتير ضعف يعني واكتر، 10 اضعاف، زود زي ما انت عايز، بيبقى مستوى خيالي. علشان كده نهدى بقى. يعني انت مثلا لما تيجي تقول دلوقتي تقول يا عم محمود علاء ايه، ما هو محمود علاء مستواه مش جيد، هو انت كده بتفيده؟ يعني انت كده بتساعده؟ ما خلاص هو موجود في المنتخب، هيبقى موجود في المنتخب، انت كده بتساعده؟ لا، قول له معلش الفتره اللي فاتت دي كان مستواك شويه مش هو المستوى اللي احنا مستنينه، بس مع المنتخب احنا عارفين ان انت هتدي اقصى حاجه وهتطلع افضل مستوى. حتى لو شوف بقول لك ايه، حتى لو هتقول الكلمتين دول من ورا قلبك قولهم وساعده، ساعده معنويا على الاقل. هتقول لي اصله مروان حمدي ايه اللي مع مصطفى محمد، طب ما كان خد واحد تاني هو اللي خلاه المهاجم التاني، فلان وفلان وفلان، مروان ما اداش للمنتخب يا سيدي. طب انت لما هتقول الكلمتين دول هيدي؟ بالعكس هيتاثر معنويا، فالخلاص الاختيار اللي خده كارلوس كيروش دوت هيبقى اختيار خسران، عشان انت اصلا اثرت عليه معنويا قبل ما تاثر عليه فنيا. فانت دورك اعمله وسيبه هو بقى يكمل الطريق مع المدير الفني بتاعه. فنيا ورينا بقى، ورينا شطارتك، معنويا اديتك الدعم والمسانده الكامله. بس لازم حضراتكم تعرفوا انه اللاعب دلوقتي مش زي زمان. زمان اللاعب مثلا في التسعينات لما كان مثلا ماتشين تصفيات كاس عالم ولا المنتخب يروح يلعب كاس عالم 90، الناس او اللاعبين كان المدير الفني مثلا الكابتن محمود الجوهري يقول لهم مفيش جرايد، مفيش تليفونات، كانت تليفونات ارضيه، مفيش تليفون محمول، مش هتكلموا حد، سهله سهله اخبيهم عن الناس، سهله اعزلهم واخليهم مركزين في الماتش بس. دلوقتي لا، كله ماسك الموبايل عمال يسكرول على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على الانستجرام، على تويتر، بيعرف يتكلم في التليفون ومش تعرف تسحب من حد، خلاص الكلام ده خلص. فاللي انت بتقوله هو وصل لهم. اوعى تفتكر حضرتك لما بتخش تكتب بوست مثلا على الفيسبوك هو مش هيشوفه، ما هو لما هيتشاير كتير، لما هيتشاير كتير هيروح لواحد صاحبه موجود، اصدقاء مشتركين بينكم، فهيعدي عليه، هيشوفه على التايم لاين بتاعه، هيشوفه كده كده. ما بالك انت بقى لو انت راجل بتطلع على الشاشه او بتعمل فيديو على اليوتيوب، فالحاجات دي بتبقى انتشارها اسرع واوضح ليه، للاعب ده، فعمال تنتقده وعمال تهاجمه وعمال تقلل منه، كل ده هيأثر عليه بشكل كبير. عشان كده بقول لك لازم تدعم، حتى بقول لك لو من ورا قلبك. يعني لو انت شايف انه مستحيل اللاعب الفلاني دوت يأدي بشكل كويس، لا دعمه وسنده حتى لو من ورا قلبك، عشان زي ما قلت لك كده
احنا ما بنلعبش بالعادي في المباريات الكبيره، يعني مش بنلعب بمستوانا العادي اللي هو ممكن يبقى مستوى ما يعجبكش. انا بتكلم على كل اللاعبين، لا احنا في المباريات اللي زي ديت بندي اضعاف المستوى، فخلينا نوصل للاضعاف. ما تحسبهاش على ماتش في الدوري ولا ماتش في دوري ابطال افريقيا ولا ماتش في الكاس، ما تحسبهاش كده خالص. هو عمر كمال عبد الواحد المستوى اللي ظهر بيه في المباراه الماضيه، عفوا في بطوله كاس الامم الافريقيه الماضيه، ده كان مستوى متوقع؟ ده كان مستوى متوقع؟ انت بتتكلم مثلا في محمد عبد المنعم، ده محمد عبد المنعم كلنا بدون استثناء كنا مرعوبين، خاصة لما لعب أول مباراة قدام المنتخب النيجيري كظهير أيمن وما أداش بشكل كويس، ولقيناه بعد كده كسنتر باك مدافع، قلنا لا 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 البطولة تقيلة عليه يا جماعة، ده لسه صغير في السن، ده مش هينفع. كان أفضل مدافع في كأس الأمم الأفريقية، أفضل مدافع على مستوى المنتخبات مش بس منتخب مصر. ليه؟ عشان إدى أضعاف مستوى. على فكرة محمد عبد المنعم مستواه شوية مش أفضل حاجة مع الأهلي في الفترة الأخيرة، بس مع المنتخب لا، في قلب شغال، في روح وحماس ما بيخلصوش. فتوح 10 اضعاف مستواه، الونش 10 اضعاف مستواه، محمد ابو جبل، محمد ابو جبل قبل كاس الامم الافريقيه كان دكه في الزمالك، قبل ما يبقى دكه في الزمالك كان حارس ثالث في الزمالك الموسم اللي قبله بعد عواد وجنش. في كاس الامم الافريقيه عمل ايه؟ كنت متصور ولا متوقع ان ابو جبل يؤدي المستوى ده؟ ده الشناوي اول ما اتصاب حطينا ايدينا على قلبنا وقلنا بس احنا هنعمل ايه قدام المنتخبات والمهاجمين الكبار اللي في افريقيا؟ ابو جبل اداك مستوى خرافي مش طبيعي. النني، كم واحد انتقد النني وكم واحد هاجم النني في الفترات اللي فاتت في كاس الامم الافريقيه؟ النني كان واحد من افضل اللاعبين في منتخب مصر. عشان كده ما تحطش طباعاتك وارائك حتى لو هي منطقيه على ضوء ما شفته مثلا في الدوري او بطوله افريقيا دوري ابطال افريقيا، حتى دي ما تحطهاش، عشان مع المنتخب المستوى بيبقى مختلف. ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله كل يوم نسمع بعض، نفكر بعض، نحاول طول الوقت طول الوقت نقول نساند نشجع من قلبنا، بس من قلبنا. وانت ممكن تقول ايه راجل قاعد بيقول الكلمتين دول بيقولهم عشان يعني طالع قدام الشاشه فلازم يقول الكلمتين دول، والله من القلب. اصل اكيد انا وحضرتك نفسنا نشوف مصر في كاس العالم، اكيد انت مش عايز مصر ما توصلش كاس العالم، الا اذا دخلت كتبت 10 بوستس كده على الفيسبوك، بعد كده نزلت كام تويته عمال تهاجم في فلان وتنتقد في فلان، فتلاقي نفسك بشكل لا ارادي لا ارادي عايز تنتصر لوجهه نظرك، فما يبقاش فارق معاك المنتخب، يخسر بقى ولا يكسب مش مشكله. لكن لو انت من دلوقتي سندت هتبقى عايز برضو رايك تنتصر ليه وتقول اهو شفت يا جماعه لما سندت فلان وفلان وفلان المنتخب كسب والحمد لله وصلنا. لكن لو انت بقى كاتب حاجات نقديه دلوقتي هيبقى مش هقول نفسك، عشان برضه ما اظنش انه في حد عاقل وطبيعي يبقى نفسه منتخب يخسر، بس لو المنتخب لا قدر الله ما وصلش هتبقى يعني ايه مش فارق معاك قوي عشان انت انتصرت لرايك. في ناس كده قليلين جدا يعني، الحمد لله ان هم قليلين جدا مش كتير يعني، بس في ناس كده. فتعالوا نساند دلوقتي ونقول يا رب ربنا يكرمنا باذن الله ونوصل لكاس العالم. بس نوصل كاس العالم ازاي واحنا فعلا ايد واحد، واحنا فعلا صوتنا واحد، واحنا فعلا تشجيعنا واحد، واحنا فعلا ما بنفكرش في اهلي ولا بنفكر في زمالك ولا بنفكر مين راح ومين ما راحش. نفكر انه المنتخب 11 لاعب او القائمه كلها رايحين يوصلونا لكاس العالم. طيب معانا عبر الهاتف الان الكونغولي عبر سكايب الكونغولي كامونجو كاسونجو لاعب نادي الزمالك السابق وبولوسبور التركي الحالي. كامونجو صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. بونجور. وجودك في نادي الزمالك في الفترات الماضيه كان وجود غريب شويه، تتالق تمشي، تتالق مره اخرى تمشي، ليه دايما كانت علاقتك مع نادي الزمالك ما فيهاش استقرار حتى مع وقت تألقك مع الفريق؟ إنها الحياة وسنة الحياة. أنا أقوم بعملي كما يجب وشاركت مع الفريق وخضت مسيرة رياضية معهم، لكن هذه هي الحياة. الفترات الماضية مع نادي الزمالك
شايفها او تقيمها ازاي؟ شايف انك اديت مع نادي الزمالك بافضل حال، شايف انه كان في افضل ممكن تقدمه، شايف ان انت كنت محتاج تشارك بشكل اكبر، شايف اصابات ممكن تكون منعتك، ايه الوضع او تقييمك لمرحلتك مع نادي الزمالك؟ انا في مسيرتي مع الزمالك أنا كنت على أريحية كاملة، وكنت بعلاقة جيدة جدا مع المشجعين، وكانت فترة رائعة بالنسبة لي وأتذكرها جيدا حتى الآن. أنا كل ما يربطني بالنادي هي علاقة جيدة، ولم يكن لدي مشاكل مع أي طرف. علاقاتك مع نادي الزمالك او مع اللاعبين في نادي الزمالك وقت تواجدك مع الفريق، مين كان اقرب اللاعبين ليك ومين كان اكتر اللاعبين اللي كانوا بيحاولوا ينصحوك دايما بالبقاء مع نادي الزمالك؟ العلاقة، انا لدي علاقات جيدة جدا معهم جميعا، وأيضا أنا أيضا لدي علاقة جيدة بالجماهير، وأنا مع تقريبا مع جميع اللاعبين أتحدث تليفونيا معهم، وأبا جبل وشيكابالا، وأتحدث مع جميع زيزو وأي لاعب آخر. أنا لدي علاقات جيدة جدا معهم، وأؤكد أننا غادرت في ظروف جيدة ولم يحدث لدي مشاكل مع النادي، وأنا بالفعل لدي علاقة جيدة مع النادي أيضا وليس مع اللاعبين فقط. عظيم جدا ان انت قلت ان علاقتك جيدة مع النادي، عشان أسألك كل أمورك الإدارية والمالية انتهت مع نادي الزمالك؟ كنا نسمع دايما على مشاكل مالية بينك وبين نادي الزمالك، الأمور دي انتهت على خير؟ نو، ليس لدي مشاكل مع الفريق الآن ولا مع النادي، وكان في بعض الأحيان كان لدي مشكلة بسيطة وتم تسوية كل الأمور، وليس لدي مشاكل معهم. أنا الآن وأنا أحدثكم أتابع الفريق الزمالك جيدا وأشاهد جميع مبارياته، وأنا أكبر مشجع لنادي الزمالك أيضا. رأيك إيه في المستوى اللي بيقدمه نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، خاصة بعد خروجه من بطولة دوري أبطال أفريقيا؟ بالنسبة لي جميع الفرق يحدث لها ذلك ويوجد فيها تغييرات، وهذه هي الأمور تسير كذلك، وأنها لا تسير دائما على بشكل جيد، ودائما ما تجد أن الفريق يشغل منصب مكانة متميزة ثم يعود ليحدث بعض المشاكل في بعض الأحيان. ولديكم المدرب الآن جيد وهو يعرف كرة القدم جيدا ويعرف الفريق جيدا، وإن وضعنا نفسنا مكان اللاعبين سوف نؤدي بنفس الطريقة. ده خليني أسألك رأيك إيه في تعيين جوزوالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي الكبير على رأس الجهاز الفني لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة؟ أنا بالنسبة لي أنا لم أعمل معه من قبل، لكن كل المعلومات التي لدي تقول أنه مدرب رائع، مدرب كبير، وأعتقد أنه يستطيع أن يفعل أفضل الأشياء مع النادي، وأتمنى له حظ جيد مع النادي. هل لديك الحماس مرة أخرى للعودة لنادي الزمالك في المستقبل؟ أعتقد أنني تحدثت عن ذلك في مرة سابقة، وأعتقد أنني أنا بالفعل أنا أكبر مشجع للزمالك الآن، لكن أعتقد أن عودة للزمالك، لا أعتقد ذلك، لأنني أبحث عن تطوير مستواي وتطوير مستقبلي، لكن أنني هذا لا يعني أنني لا أشجع الزمالك. هل كان لديك أي عروض مصرية من أندية مصرية أخرى في الفترة الأخيرة؟
نعم نعم، لكن لا أريد أن أذكر الأسماء، لكن حدث العديد من المحادثات وسامحني لن أذكر الاسم، وتناقشنا كثيرا. وبعد ذلك كان العرض الذي حصلت عليه هنا، وبالتالي في بعض الأحيان أحصل على العروض، لكن حدث أن أتيت إلى هنا في النهاية. وقت تواجدك في نادي الزمالك، مين كان أفضل مدرب حسيت بالانسجام معاه وكان قادر بشكل كويس يطلع كل إمكانياتك؟ أنا لعبت كثير من المدربين، وكثير منهم من المدربين الكبار. أنا لعبت مع تدربت مع إيهاب جلال، وعملت أيضا مع كروس. وأعتقد أن كان هناك الكثير من المدربين الجيدين، وأيضا يوجد كان كارتيرون في الزمالك أيضا، إنه مدرب رائع، وباتشيكو أيضا. أنا لعبت مع مدربين رائعين، لكن عندما كنت أنا شعرت أنني على راحتي مع إيهاب جلال، أعتقد أنني كانت أفضل فترة لي. طيب وكروس، طيب أنت اتكلمت أن كارتيرون مدير فني رائع، طب تفسر بإيه تراجع نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة لكارتيرون مع نادي الزمالك؟ إن هذه هي كرة القدم، يوم تذهب إلى السماء ويوم آخر لا، وهذه هي كرة القدم. مين كان أكتر لاعب في الزمالك بتاخد منه أسيست حلو؟ أعتقد أنني لعبت مع أفضل اللاعبين في الزمالك، حتى أقول لكم أن كلهم لاعبين جيدين وجميعهم وكانوا بالفعل لديهم خبرة كبيرة، وليس لاعب واحد فقط. وزيزو وأوباما مثلا كانوا يقومون بتمر، ومحمود علاء والوينش كانوا يقومون بتمريرات رائعة، وخاصة زيزو، لأنهم بالفعل لاعبين جيدين جدا وكانوا بالفعل يتعاونوا جيدا معي. عايز أسألك على مواجهة منتخب مصر القادمة أمام المنتخب السنغالي، كونك قعدت كتير في مصر وأكيد تعاملت مع كثير من اللاعبين، وأكيد كمان تشاركنا كجماهير مصرية طموحنا وأحلامنا في الفوز على المنتخب السنغالي، توقع إيه هذه المواجهة وشكلها يكون عامل إزاي؟ أعتقد أن لن تكون مباراة سهلة، لأن عندما لعبت مصر ضد السنغال في النهائي أن مصر لعبت مباراة جيدة لكن لم تستطع الفوز. أعتقد أن مصر سوف تواجه صعوبة كبيرة في المباراتين، وستكون مباراة صعبة على الفريقين. النادي الأهلي طبعا كان المنافس الرئيسي لنادي الزمالك، وأكيد عارف ده كويس. مين لاعب في النادي الأهلي كنت تحب تلعب جنبه وقت ما كنت في نادي الزمالك؟ الأهلي لاعب كبير، لديه لاعبين كثيرين رائعين، ولديهم بطولات كثيرة. أعتقد أن لن أذكر اسم محدد، لكن هو فريق رائع في المجمل. هي اكتر مباراة تفتكرها كويس قوي حسيت ان انت عملت فيها اداء عظيم مع نادي الزمالك خلال تواجدك مع الفريق؟ هو اعتقد ان مباراة سموحة في النهائي كانت افضل بطولة مباراة لي. هل تتوقع ان نادي الزمالك هذا الموسم يفوز بالدوري بعد خسارة بطولة دوري ابطال افريقيا؟ أعتقد، لأنه الزمالك هو فريق كبير وهو غادر البطولة بهذه الطريقة، والآن هو لديه مدرب رائع، أعتقد أنهم يستطيعون الفوز بالدوري المصري. الناس تتحدث عن
مشكلة في عمق الهجوم في نادي الزمالك، هل ترى هذه المشكلة موجودة؟ أعتقد أن الزمالك لديهم مهاجمين رائعين ونراهم دائما وأنهم يلعبوا منذ فترة طويلة معهم، وكما قلت لكم أن لديهم مدرب جديد الآن وسوف يعمل على هذه المشاكل ويقوم بحلها. لو قلت لك اختار لي اسم واحد بس شايفه الأفضل في الكرة المصرية حاليا، بما أنك متابع جيد للكرة المصرية حتى وأنت محترف في الدوري التركي. سوف أتحدث عن شيكابالا. شيكابالا، طيب عايز أسألك كمان عنك أنت بقى شخصيا، المرحلة دي مع فريقك التركي بولوسبورت ماشية إزاي؟ إن الأمور تسير بشكل رائع الآن، وكل ما تمنيته يحدث الآن وألعب بطريقة مستمرة. أنا ويبقى لنا 12 مباراة حتى الآن. والأهداف؟ فقد قمت بتسجيل 11 هدف. 11 هدف مش 11 مباراة. الكونغولي كامون كاسونجو لاعب نادي الزمالك السابق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الظهور معنا في برنامج رقم 10. والله كان مهاجم كويس، مهاجم كويس بس حظه كان وحش في نادي الزمالك، ما قداش يمكن بالمستوى اللي كان الجميع مستنيه منه، دايما كان في حاجه غلط عند كابون كاسونجو، بس عنده امكانيات عظيمه جدا تحديدا في المساحات، كان مهاجم رائع جدا في المساحات، مهاجم رائع جدا، بس يمكن طريقه لعب نادي الزمالك اللي بيبقى فيها دايما تكدلات دفاعيه فما ظهرش بالشكل اللي كنا كلنا متوقعينه منه. النهارده في الدوري الممتاز فيوتشر عمل مباراه كبيره جدا قدام سموحه، كبيره جدا، انا بقول كبيره جدا ليه؟ سموحة مش منافس سهل، أحمد سامي المدير الفني لسموحة مش مدير فني سهل. النهارده فيوتشر سجل 4 أهداف. على فكرة منهم هاتريك لناصر ماهر، ده أول هاتريك في الدوري الممتاز هذا الموسم، هاتريك ناصر ماهر جه في الدقايق 30 و48 و65 ومحمد رضا أضاف الهدف الرابع في دقيقة 55. ناصر ماهر هاتريك، أول هاتريك في الدوري، ناصر ماهر متوهج، ناصر ماهر لاعب كبير، ناصر ماهر لاعب رائع، حظه ما كانش حلو مع النادي الأهلي ومع بيتسو موسيماني، ولكن هو لاعب كبير جدا ورائع جدا، منهم هدف من ضربة جزاء زي ما حضراتكم شايفين. لاعب إمكانيات كبيرة جدا، إمكانيات كبيرة جدا، بس هو ما ينقص ناصر ماهر، وأنا أعتقد هي دي كانت مشكلته في النادي الأهلي، إنه فكرة ثبات المستوى ما كانش بيبقى موجود عند ناصر ماهر، يديك مباريات رائعه جدا وبعد كده يختفي شويه، بعد كده يرجع تاني يديك مباريات كبيره جدا ويختفي شويه، وده ما ينفعش مع الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك تحديدا. فيوتشر في المجمل عامل موسم حلو، عامل موسم حلو، بقول لك موسم حلو ليه؟ انه عاده لما يبقى في فريق جديد في الدوري الممتاز بيحتاج وقت كبير، يعني ممكن تقول موسم كمان، يعني تسيب له موسم كده تقول له ايه اعمل اي حاجه وبعد كده نشوفك في الموسم اللي بعده، لكن فيوتشر من اول موسم عامل شغل حلو، شغل كبير ورائع جدا، في كاس الرابطه كان رائع جدا، في الدوري ماشي بخطى ثابته جدا، النهارده زي ما قلت لك الفوز كبير جدا، مدير فني كفء هو الكابتن علي ماهر، قدام مدير فني كفء ايضا هو الكابتن احمد سامي سموحه ماشي بشكل كويس برده في الدوري، فتكسب بنتيجه كبيره زي دي فنتيجه رائعه لفيوتشر. بما اننا ذكرنا الكابتن علي ماهر، فالنظام بقى في الفرقه دي كله، تكوين الفرقه والشغل اللي فيه نظام لازم يبقى وراه واحد زي الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر. يا كابتن عبد الظاهر مليون مبروك الفوز النهارده، ومليون مبروك الفرقه بشكل عام والاداء اللي بيقدمه الفريق على كل المباريات اللي فاتت. الله يخليك كابتن كريم، شاكر جدا جدا، وانت تقريبا لخصت الموضوع كله. لا كابتن وحشني جدا اولا، بس عشان احنا من زمان ما اشتغلناش مع بعض وده شيء وحشني والله يا كابتن. الله يخليك. وحشني الفطار الحلو بامانه. يلا على الهوا بقى كده، وحشني الفطار الحلو. منور يا كابتن، والف مبروك النهارده الاداء والنتيجه كمان. الله يبارك فيك كابتن كريم، هو ان انت يكون عندك تارجت وعارفه وماشي وراه، مصر على طريقه لعبك، مصر ان اللعيبه كلها في نظام وسيستم، ما حدش بيطلع براه، مصر على العداله لكل اللعيبه
وان في حاجه بتتقال لازم يكون لك شخصيه، وده الشيء المهم اللي احنا كنا بنشتغل عليه كاداره. صحيح. والكابتن علي ماهر، مين لازم يبقى لك شخصيه، انت عايز تبقى ايه وعايز تتصنف ايه وعاوز انت السنه دي هنعمل ايه والسنه اللي بعدها هنعمل ايه. صح. فلازم يكون عندك خطوات ثابته بتمشي عليها. ممكن ما يتحققش تارجتك زي ما انت قلت في اول سنه، لكن اكيد هتوصل، لان انت الحمد لله رب العالمين زي ما انت قلت احنا بنبني نادي جديد مع فرقه جديده، اول مره يتعاملوا مع بعض، احنا جايبين لعيبه من 13 نادي، فصعوبه الموضوع زي ما انت قلت من هنا. كابتن علي ماهر في بعض اللعيبه اتعاملت معاه وفي بعض اللعيبه كتير جدا ما اتعاملتش معاه. صحيح. فشخصيه نادي بتبنيها، شخصيه فرقه فنيه اداريه موجوده، فكل ده بيبقى صعوبات ليك ان انت تنور في اول سيزون. صحيح. فطبعا الشعار اللي احنا حطيناه هو الشغل بس، ما فيش كلام يعني، احنا هتلاقي كلامنا قليل جدا بس. صح. بنشتغل كتير. صح. كل واحد في مكانه، كل واحد في مكانه بيشتغل، الاداري بيشتغل اداري، المدرب بيشتغل، المدير الفني بيشتغل، اللعيبه بيشتغل، محدش بيتنقل في الكراسي الثانيه. يعني محدش بيلعب كرسي الثاني، محدش بيقول ان انا لعيب فانا ادخل في الاداره ولا ادخل في التشكيل فنيا، كل واحد عارف وظيفته. فعشان كده تلاقي حتى الحمد لله تلاقي النظام ده محطوط في الملعب موجود. صح. عندك كميه اسماء كتيره قوي كانت صعوبتها في ادارتها. أيوة. ان انت طول ما انت عندك نجوم واسماء. ايوه. انت هتديرها ازاي؟ أيوة. يعني بيبقى كل واحد له الايجو بتاعه وشخصيته وطريقه معاملته بتاعته تبقى عامله ازاي؟ كل ده الحمد لله رب العالمين. يعني لا انا وكابتن علي ماهر، انا معلش يا كابتن، عايز كابتن عبد الظاهر بعد اذنك مش عايز اقطعك، بس عايز ازود في دي شويه، انه لما يبقى عندك مجموعه كبيره من النجوم ادارتهم دي حاجه صعبه جدا، الناس ممكن ما تاخدش بالها ان انت معاك نجوم كتيره ففرصه ان هم هينزلوا يلعبوا بسهوله، ده واحد. اتنين، ودي نقطه مهمه جدا، ان انت ممكن تجيب نجوم كتيره جدا بس ما فيش بينهم كيمستري، ما فيش بينهم انسجام، فتلاقي عندك اماكن ناقصه كتير، تلاقي اصلا النجوم ديت انت مش عارف تلعب مين وما تلعبش مين، تلاقي النجوم ديت بتتخانق مع بعض. فتفصيل تكوين الفريق كمان تفصيله ناجحه جدا، وادارتهم حاجه انجح بكتير. الحمد لله. ردا على كلامك كمان وتكملة، يعني النهاردة غايب جنش فمحمود حمدي بيتألق، مش عبد المنعم، فمحمود مرعي بيتألق هو وسعد سمير، وعندنا دعمنا في نص السيزون بمروان الصحراوي لما مشى من عندنا عبد المنعم. صحيح. عندك جوناثان تحتيه طارق طه، هتلاقي عمر كمال عبد الواحد دلوقتي لما لعبناه باك رايت راح منتخب مصر. صح. ويلعب منتخب مصر. صح. عندنا حتى نص محمود شعبان نص ملعب، احنا النهارده غايب عننا، انا بشايف ناس الحمد لله الحمد لله، لو اللي شفتهم في اي فرقه ممكن تحس ان الفرقه وقعت. عندنا غنام محمد الديفندر الاساسي بتاعنا مصاب بقاله 4-5 ماتشات، محدش حاسس بيه، لان رضا والعربي ومانو حتى لما نزل في المنظومه صغير حسيت ان هو كويس جدا. صح. لان كريم ميدفيد موجود، ثبات مستوى ناصر ماهر واحمد رفعت، عندناش النهارده كمان فاروق غايب عننا. صح. عاطف لسه بقاله ماتشين ثلاثة بيلعب بس، قبل كده ما كانش موجود. صح. مروان محسن اتصاب في اول السيزون. فانت قابلت مشاكل، بس الحمد لله لو انت بتعمل السكواد كنت عامل حسابك ان رقم واحد ما يبقاش بعيد قوي عن رقم اثنين. ما يبقاش بعيد خالص. النهارده انا ما فيش لعيب عندنا في القائمه ما لعبش. صح. يعني تقريبا ال 30 او ال 34 لعيب تقريبا بناشئين موجودين لعبوا ال 13 ماتش ده كلهم لعبوا. صح. اهم حاجه ان انت تحسس اللي انت جايبه ده ان هو ما يرميش الفوطه، ان انت هتحتاجه في اي وقت. الرابطه كاس الرابطه وساعدنا جدا 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 في الاندماج بتاع الفريق، لان صحيح. احنا ما بدأنا الدوري كنا عملية الفترة الإعداد ما خدناش راحتنا في الماتشات الودية والتمارين، فدخلنا على دوري على طول، فطبعا كان باين جدا ان احنا الانسجام بعيد عننا. لكن كاس الرابطة كان فوائده كتيرة جدا بالنسبة لنا، واظن ظهر جدا ان انت تكسب 4 ماتشات من 5 ماتشات وتتصدر المجموعة، اول واحد متصدر وتوصل للمرحلة دي. الحمد لله رب العالمين. اللعيبه عندها هدف كمان، يعني انت كنت بتراهن على لعيبه كتيره جدا
وكنا بنتكلم انا والكابتن علي ماهر ان في لعيبه ما كانش بتلعب في انديه كتير، خلي بالك اللي ظاهر ان احنا عملنا لهم جو مناسب، حطيناهم في مناخ كويس ان هم يقدروا يكونوا كويسين كاداره. انت عندك انت عندك بموهبتهم ان هم لعيبه كبار. كريم عندك كريم ندفي الناظر ماهر وشوية. طبعا ما لعبش كوره النهارده الحمد لله، لعب 13 ماتش من 13 ماتش صح 90 دقيقه، يعني مش خلي بالك ده نجاح كبير جدا. سعد سمير انا شايفه بيتالق بيرجع لمستواه بشكل كبير جدا جدا يعني فاهمني. ناصر ماهر ما كانش بيلعب في النادي الاهلي، حط في مناخ جاي جدا وقعدنا معاه وايه مشاكلك وايه اللي احنا نقدر نساعدك بيه، عشان احنا مأمنين جدا بموهبته صح جدا جدا صح. يعني احمد عاطف قلنا عليه ان هو شاب صغير مستقبله جاي، الحمد لله دلوقتي بيأدي بشكل كويس جدا. يعني لو انت عندك كمان مروان محسن قبل ما يتصاب كان متالق جدا وقت ما كان جاي لك من الاهلي كمان، يعني كان عنده مشاكل معنويه ونفسيه كتيره جدا بسبب هجوم وانتقاد الراجل، نزل ولعب بشكل كويس جدا وادى بشكل كويس جدا. انا بكمل على كلام حضرتك، يعني انا مروان كان جايب من 4 ماتشات جاب جونين صحيح 50% من التارجت، وكان ماشي بشكل من اكتر الناس اللي انا زعلت عليهم، لانه كان المفروض دلوقتي كان هيبقى راس حرب منتخب مصر، كنت براهن عليه لانه كنت بشوفه بالتمرين بشكل حد بيموت نفسه عشان يوصل للتارجت بتاعه. وسبب تاخرنا في النقط انا بقول ان مروان محسن اثر على الفرقه لانه كان ضلع من اضلاع الفريق الاساسي بشكل كبير جدا. طيب انا عايز اسالك على حاجه بقى يا كابتن عمزار، واكيد حضرتك بتحضر لها من دلوقتي، فكره انه الفرقه برضه اعتمدت على بعض المعارين عشان هم لسه بادئين بتكون فرقه جديده، هل انت بقى الخطه الجديده او الخطه اللي هتبقى في السنه الجايه هتبداوا تشوفوا بقى لاعبين تشتروهم يبقوا عندكم بشكل عام، اللي معارين دول ممكن تتكلموا طبعا عليهم، يعني دي خطه بعد كده ولا هتكمل موضوع الاعراض دوت الموسم اللي جاي؟ لا طبعا احنا شغالين في تطوير الفرقه من دلوقتي. هايل. حالا دلوقتي يعني من الاسبوع اللي فات اشتغلنا في تطوير الفرقه، لان انا مش هستنى للسيزون الجاي صحيح. لان انا مش هقدر اتزنق والاداره الجيده اللي هي تفكر قدام موجودة. ما خد بالك انا ما كانش ينفع اسال السؤال ده غير ليك انت، عشان عارف ان انت راجل بتشتغل من بدري قوي ما بتستناش اللحظه الاخيره. بالظبط. فلا طبعا عارفين طبعا احنا عندنا من اعراض وشبه مجهزين وشبه متفقين ان في تروس هتركب تانية، بس احنا بنبني الفرقه بطريقه مختلفه شويه. يعني انا مش عندي الفنيات هي الاساس، على اساس انت نادي جديد بتبني قيم وبتبني شخصية وبترسخ عند اللعيبه والناس انت مين، وده الشيء المهم جدا. جات ثابته ما بتتغيرش بتغيير الاشخاص. يعني عبد الظاهر موجود، السيستم والشغل والاستراتيجيه والمواصفات اللعيب اللي يدخل فيوتشر مواصفات معينه صحيح تماما. لان اوضه اللبس صعبه جدا يا كابتن كريم 100%، وان انت تعمل تيم بسرعه كده والحمد لله رب العالمين، نمسك الخشب الحمد لله ما فيش عندنا مشاكل ولا حد بيطلع على النص، ومشاكلنا دايما في الاوض المغلقه اللي موجوده، وان انت تعمل نظام ده اساس النادي. النادي بقى بعبد الظاهر بعلي بابراهيم باسماعيل اي حد يجي تاني غيرنا يكمل المشوار، انت بتحط اساس وشخصيه للنادي ان النادي ده عايز يروح في حته معينه، عايز يبقى يتصنف من الكبار، يتصنف ده له شغل تاني خالص. عشان كده ان انت السؤال ده بحييك عليه، شكرا. لان انت لازم يحصل دايما عمليه تطوير للفريق، دايما صحيح. عمليه تطوير صحيح. لكن من اصعب حاجه يا كابتن كريم ان انت تركب ترس في تروس كانت شغاله قبل كده. مظبوط. انت هتجيب مين عشان ايه؟ يعني انت هتجيب كل اللي فري، ولا انت جايب حد عشان يركب في ترس ناصر ماهر وفاروق ورفعت ولا اشرف مجدي ولا مصطفى البت، يعني انت جايب ليه؟ افسر دي يا كابتن عبد الظاهر اكتر، يعني انت ممكن يبقى في واحد متاح ليك في السوق يبقى اسم كبير وموهبه كبيره، بس مش هتركب في تروس بتاع الفرقه يبقى بلاش منه. انا ما ينفعنيش ما يتركبش في التركيبه بتاعتي، لان احنا مش بنشتغل اداري بس، بنشتغل مع المدير الفني بتاعنا وهو فاهم كويس جدا احنا بنعمل ايه. هايل.
يعني احنا كاداره اللي هو انا المدير الرياضي والكابتن علي ماهر في تواصل ان احنا عايزين نعمل حاجه شخصيه للفريق. احنا الحمد لله ما تهزناش في النتائج ولا تهزنا ماتش الزمالك لما اتغلبنا في اخر دقيقه، قدمنا عرض كويس جدا 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 صحيح، كان مزعلنا جدا جدا ماتش نادي الزمالك. انت عارف انت مشوار انت رايحه، اهم حاجه تبقى عارف انت رايح فين. ده الشيء المهم جدا، وعلى الهدف والتارجت اللي انت بتعمله انت شغال وعندك ثوابت. اللي بيلمعك او اللي بيخليك ناجح ايه؟ ان المنظومه كلها فاهمه هي رايحه فين. صحيح، ما فيش حد واي حد بيروح او يفكر او يعمل حاجه ان هو مش فاهم على طول بيرجع على طول بيرجع تاني. صحيح. على طول. صحيح. طيب كابتن عبد الظاهر، انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى النهارده. انا بقول يا كريم ان احنا النهارده كنا بنلاعب مدير فني كبير وفرقه كبيره وفرقه بتعرف تكسب وما بتعرفش تخسر كتير. لو جيت تشوف نتائج نادي سموحه ما بتخسرش كتير. صح، يعني هو يا اما كسبان يا اما متعادل. عشان كده انا قلت النهارده الفوز ده صعب جدا على فيوتشر، وانه يكسبوا بنتائج كبيره زي ديت. فانت كسبان قدام مدير فني محترم جدا وفرقه محترمه جدا بصراحه، عشان كده النتيجه النهارده. واقول لك ان سيناريو المباراه خدمنا، بس قبل ما يخدمنا احنا كنا عاملين بالاسباب. صح، يعني طرد برضو سهل علينا الموضوع بشكل كبير جدا. صح. طيب كابتن عبد الظاهر، قبل ما اختم معاك الكلام ده كله على المدير الرياضي من نادي فيوتشر، انا بقى دلوقتي بتكلم مع اسم كبير في تاريخ منتخب مصر. عندنا مواجهتين في منتهى القوه قدام السنغال، وعايز اسمع كلمتين كده فيهم تفاؤل وفيهم طمانينه للجماهير المصريه ولينا كلنا. يعني انا مش عايز اكتر من مما انتهينا منه. يعني ما نرجعش لورا وما نرجعش اللعيبه لورا ولا نرجع نفسنا لورا. هايل، خلينا نبدا ما احنا انتهينا. احنا انتهينا مباراه هايله جدا. احنا بس عشان نفكر الجماهير، احنا في 98 ما كناش احسن منتخب. أيوة. عشان كده خدنا كاس امم. ما كناش في 2006 احسن منتخب، ولا كان عمرنا كنا احسن منتخب. والله اكنك كنت سامعنا يا كابتن عبد الظاهر لسه قايل الكلمتين دول من شويه. والله لا انا لسه انا عارف يا كابتن عبد الظاهر. لا انا عارف احسن تيم عنده روح. صح، عشان كده بقول الجيل ده اتولد يوم ماتش الكوت ديفوار. صحيح. خلينا بامانه، انا اول مره انا شخصيا احس بمنتخب مصر من يوم ما بطلت قلب ماتش الكوت ديفوار والكاميرون والمغرب والسنغال. بعتبرهم مواليدهم اربع ماتشات. صحيح. انا شخصيا مش عايز من لعيبه ولا عايز من حد غير النتيجه دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيعملها. بس ما تتعب وتاخد بالاسباب وتثق في نفسك ان مهما الناس دي وصلت لمرحله من الاحترافيه والنجوميه هم خايفين منك. صح، بس عشان تبقوا محط. اللعيبه كانوا بيقابلونا سبحان الله، دروبا ده كان احسن فروت في العالم وهداف الدوري الانجليزي وكل حاجه، وبيجي بنكسبه. صح، بس بنكسبهم ليه؟ عشان احنا عندنا ذكاء ملعب مش موجود في اي حته. عندنا ناس بتدعي لنا، عندنا 100 مليون بيدعوا لنا. فعشان كده انتوا بس اعملوا اللي عليكم. ايوه، وانا واثق جدا 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 ان احنا وصلنا لشخصيه المنتخب. صحيح، خلاص اللي احنا كنا فاقدينها من زمان، اللي هي الناس ما كانتش راضيه عنه. احنا كنا وصلنا كاس العالم والناس مش مبسوطه يا كريم. ايوه، يعني احنا كنا الناس وصلت حققت تارجت ما اتحققش من سنه 90 وايام كوبر طبعا. فما اتحققش التارجت ده من زمان. لكن ما كناش مبسوطين. ليه؟ لان ما كناش لاقيين المنتخب. النهارده لا، النهارده اقدر اقول لك ان احنا عندنا منتخب، منتخب قوي جدا جدا جدا. ناقصنا عمليه التطوير في الهجوم بس. ان اللعيبه تقدر تطلع من تحت لقدام. بنلاعب فرقه عظيمه، بنلاعب فرقه جامده جدا. ايوه، طب احنا طول عمرنا بنلاعب فرقه جامده، خلي بالك احنا ما بنلعبش جامدين غير مع الجامدين. صح صح، خلي بالك الجيل ده اول مره يقابل الكوت ديفوار. صح، صح، في تاريخه. صح، من الجيل ده اول مره كان يقابل الكوت ديفوار في تاريخه. والكاميرون ده تاني مره يقابلها، قابلها مره في نهائي كاس افريقيا 2017 وقابلها تاني مره يقابل الكاميرون. صحيح، صح، صح. المغرب اعتقد قابلوها قبل كده في 2017 برضه، تخن الذاكره في 2017 هدف كهرباء.
اول مره يقابلوا السنغال. صحيح. عملوا معاهم ماتش جيد. عملوا ماتش جيد. صحيح. الفرق اللي احنا بنقابلها صعبه، عايزه مذاكره وتركيز. وبص بناشد الجمهور، ايوه اللعيبه دي مش هتكسب الا بينا. ايوه عشان احنا ما كناش بنكسب الا بيكم. صح. فانتوا لو دعمتوا المنتخب هنكسب. صح. ما دعمتوش والله ما يكسبوا. ايوه اسمعوا بالظبط يا جماعه، الناس بتتاثر جدا جدا. التليفون الموبايل ده داخل كل غرفه ملابس لعيب. صحيح. مع كل لعيب. صحيح. ما 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 تستهترش او تستصغر تقول انا بكتب حاجه لا محدش هيشوفها. لا يقول لك ما حدش هيشوفها، كده كده بكتب لاصحابي. لا هيشوفها لما حد يعمل لها شير. هيشوفها. وما تتريقش. يعني فاهمني، وما تتريقش. ادعم بجد ومن قلبك، لان فعلا احنا محتاجين ان احنا نروح كاس العالم، لان احنا ما خدناش كاس افريقيا. فاحنا بتفكر الموقف الجزائر يا كريم، لما احنا طلعونا من كاس العالم رحنا على طول على طول خدنا كاس افريقيا 2010. صحيح. على طول. صحيح. فالنهارده هو مطلعك من كاس واخد منك كاس فانت لازم بقى تاخد منه كاس العالم ان شاء الله. ما ينفعش ياخد الاثنين منك. ما ينفعش ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر الساعر، مدير رياضي بنادي فيوتشر، نجم منتخبنا الوطني المصري الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده. النهارده في دوري ابطال اوروبا، مانشستر يونايتد خسر من اتلتيكو مدريد في اولد ترافورد، ملعب مانشستر يونايتد 1-0، وخرج مانشستر يونايتد من هذه البطوله وصعد اتلتيكو مدريد. اداء مانشستر يونايتد يحزن. مش هو مانشستر يونايتد بقى بتاع اللي تربينا عليه يعني، مانشستر يونايتد اللي بقى له مثلا 6-7 سنين في حاله مزدريه جدا، حاله سيئه جدا، تستمر اوضاعه كما هي بمنتهى السوء بمنتهى السوء. بعد ما تعادل 1-1 في اسبانيا، خسر على ملعبه في انجلترا في دور ال 16 1-0 من اتلتيكو مدريد، واداء باهت جدا هجوميا واداء باهت طبعا كالعاده دفاعيا، وبالتالي مانشستر يونايتد خارج هذه البطوله ويصعد اتلتيكو مدريد. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نستقبل ضيفنا الكبير الكابتن الكبير كابتن محمد صديق، نجم النادي الاهلي والزمالك ومنتخب مصر الاسبق. بعد هذا الفاصل خليكم معنا. أيام قليلة تفصل منتخبنا الوطني عن مباراتيه الأهم هذا الموسم، حينما يلتقي مع السنغال ذهاباً وإياباً في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 يومي 25 و 29 من مارس. مواجهتا المنتخب هما الشغل الشاغل بالنسبة للجماهير المصرية التي تمني نفسها برؤية منتخب بلادها في المونديال للمرة الثانية على التوالي، في حدث تشهده الكرة المصرية للمرة الأولى في تاريخها. الظروف التي تسبق مواجهتي السنغال ليست على ما يرام، فالزمالك ودع دوري أبطال إفريقيا من مرحلة المجموعات بنتائج سلبية، وكذلك الأهلي يقدم نتائج غير جيدة في البطولة الإفريقية، ناهيك عن تذبذب مستوى الدوري منذ العودة بعد التوقف بسبب كأس الأمم الإفريقية. إلا أن كل ذلك لن يزيد المصريين إلا إصراراً على تحقيق الهدف الأسمى بالتواجد في قطر نهاية العام الجاري. ويحل محمد صديق نجم الأهلي والزمالك الأسبق ضيفاً على كريم رمزي للحديث عن مواجهتي السنغال ومدى تأثير نتائج الأندية المصرية في البطولات الإفريقية على استعدادات الفراعنة، وكذلك رأيه في مستوى الدوليين قبل المواجهتين الحاسمتين، وتعليقه على تجديد عقد موسيماني مع الأهلي وتوقعاته لمستقبل الزمالك مع فيريرا، بالإضافة إلى غيرها من الأسئلة التي يجيب عنها صديق في رقم 10. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. ضيفي في هذه الفقره
هو دايما من الطيور المهاجره، دايما موجود خارج مصر، عنده تجارب تدريبيه محترمه جدا خارج مصر. بفرح جدا بتواجده في مصر عشان استقبله ضيف عزيز كريم يبقى موجود معايا اسمع اراءه دايما الرائعه جدا، الكابتن الكبير كابتن محمد صديق نجم النادي الاهلي والزمالك ومنتخب مصر الاسبق. كابتن محمد مشرف ومنور والف حمد لله على السلامه. ربنا يخليك كريم، انا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده في اول لقاء طبعا، وسعيد دايما بوجودي معاك دايما حبيبي، دايما بتشرف وبتنور حبيبي. الاول ايه موضوع الامارات؟ قعدت فتره طويله في الامارات واخيرا شفناك مره اخرى في القاهره. لا انا كنت اول حاجه كنت في السعوديه في نادي الشباب السعودي، وكنت شغال مع الكابتن تامر مصطفى مدرب المقاصه، طبعا مدرب كبير طبعا. وبعد كده اشتغلت لوحدي لما سافرت الامارات، وبعدين اشتغلت مدرب عام مع كابتن طارق السيد، مش طارق السيد لاعب الزمالك، لا طارق السيد لاعب الزمالك برضو، بس هو كان طبعًا من جيل حازم واسامه نبيه طبعا، وشاطر جدا في المجال هناك في الامارات. صح. والحمد لله الواحد برضو استفاد من مدارس كتير جدا، كمدارس سواء هولنديه بقى ولا فرنسيه ولا برازيليه، فالحمد لله يعني الفتره اللي فاتت. اخر نادي كنت موجود مع ايه؟ كنت موجود في نادي الحمريه في الامارات الشرقيه. في الامارات ناوي ترجع هناك ولا هتكمل معانا هنا شويه؟ والله يا كريم انا نفسي بصراحه ان انا اكمل هنا، ونفسي يعني الواحد عنده باور وعنده انرجي ان هو يشتغل في مصر هنا، ويعني وابدا يعني في ناس كتير جدا من الجيل بتاعي واللي بعد كده اشتغلوا في مصر وابتدوا يشتغلوا في الممتاز بيه، والممتاز بيه دلوقتي برضو بقى حاجه طبعا الناس كلها بقت تشوفه، ولو في مدرب طبعا حد برضو ممكن نستفاد منه من المدربين الكبار اللي متواجده، ليه لا يعني ان شاء الله. يعني انت ما عندكش مانع تشتغل ممتاز به؟ لا لا ما عنديش مانع. في ناس يقول لك لا انا بعد التجربه دي وبعد اللف اللي انا لفيته في، لا لا بالعكس انا عايز اشتغل ممتاز بقى على طول. بالعكس لا بالعكس انا اشتغلت، عايز اقول لك حاجه يعني برضو انا واخد السالمه من تحت يعني. انا اشتغلت مدرسه كوره واشتغلت 13 سنه واشتغلت 15 سنه واشتغلت 18 سنه واشتغلت رديف واشتغلت فريق اول فالحمد لله الواحد يعني ملم بكل التجارب. طيب في النص بقى كان في دراسات ولا برضو عشان في بعض الناس يقول لك ايه انت لازم يبقى عندك الموهبه والسلام يعني دي موهبه وخلاص؟ لا طبعا لا يعني بص اقول لك حاجه ودي نصيحه طبعا لعيبه الكوره طبعا اللي هي على مشارف ان هي تبطل كوره، مش هينفع ان انت تشتغل باسمك بس، مش هينفع ان انت تشتغل بلعبك بس، لازم بعد ما تبطل لازم تشتغل، لازم تشتغل على نفسك، لازم تدرس، لازم تاخد السلمه برضو من تحت. مهم جدا ان انت تتمرن نشئ صغير وبعد كده تتمرن الفتره اللي هي ما بين الناشئين والشباب اللي هي ال 15 و16 سنه، دي حاجه مهمه جدا لان انت بتبني طبعا جيل بيلعب كوره وبتعلمه ازاي وتفهمه ازاي. بس في رأي يقول لك ايه؟ يعني انت واحد مثلا من الناس انت لعبت اهلي وزمالك، فانت اكيد اشتغلت مع مديرين فنيين كبار. صحيح. جدا، فيقول لك انا كده كده اخدت اصلا معلوماتي وخبراتي من مديرين فنيين دول، لا مش محتاج اخد خالص اتعلم خالص يا كريم خالص. انت عارف اول مره اشتغلت فيها كنت حاسس ان انا اول مره لا زي بالظبط كاول مره تلعب فيها كوره. يعني انت فاكر لما الواحد يبقى عنده 10 سنين و11 سنه اول مره يلعب كوره او بيتعلم كوره تايه بقى وبتقعد وبتعمل اي حاجه، انت داخل تدريب طبعا انت بتثقل طبعا من الحاجات دي بالدورات، سواء الدورات الاساسيه اللي هي بناخدها تبع الوزاره او الدورات اللي هي اللي بناخدها تبع الاتحاد الافريقي. فطبعا لا يعني انا نصيحه مني لاي حد بيبدا تدريب ان هو لازم يثقف نفسه، ولازم ما ينفعش ان هو برضه يطلع السلمه مره واحده، لا يعني لو هيتعلم من حد ما فيش مشكله، لكن لازم تدريب اللي بيعلمك تدريب صح الناشئين، خلي بالك الناشئين والشباب والرديف والتعامل مع الصغيرين ده بيديك خبرات كبيره جدا لما بتطلع تشتغل فريق اولي. طيب يقول لك دايما عشان تدرب في مصر لازم يبقى عندك علاقات مع وكلاء لاعبين، علاقات مع رؤساء انديه عشان تعرف تبقى متواجد، لو ما عندكش العلاقات ديت ممكن ما تبقاش متواجد. والله انا بسمع يعني بسمع لان انا ما جربتش بصراحه، لكن انا كان ليا تجربه في نادي المقاولين العرب، اشتغلت في قطاع الناشئين فتره قصيره ولكن كانت مفيده جدا، ولكن طبعا اي مدرب طبعا زي العالم كله بيبقى ليه وكيل بتاعه وليه الايجنت بتاعه، فهو اللي بيحركه هو اللي بيوديه هنا هو اللي بيوديه هنا، وزي ما شفنا طبعا يمكن بقالنا كتير جدا ما شفناش وجوه جديده في الدوريات، يمكن اتكلمت انت على كابتن علي ماهر في
في الفاصل الاولاني. بصراحه عامل شغل كويس بقاله 5 6 سنين، شغال بشكل كويس جدا. احمد سامي شغال كويس جدا، كابتن تامر مصطفى في المقصه وصاعد مع فرقه كوكاكولا. لا يعني شايفين كابتن عماد، لا يمكن عماد اشتغل في الرجاء واشتغل قبل كده في الشرقيه، فممكن يكون اقدم منهم شويه. طبعا يعني مش عايز انسى حد، ولكن في ناس، كابتن مجدي ابو عاطي برده كان عامل شغل كويس. كابتن ايهاب جلال طبعا ما يعتبرش شاب طبعا يعني. كابتن حسام حسن عامل شغل مع الاتحاد، يمكن النتائج ممكن ما فيش توفيق الفتره اللي فاتت، ولكن في نهايه الامر انت غيرت الخريطه بتاعت المدربين اللي كانت بقى لها 15 20 سنه هم اللي متواجدين على الساحه. لا في ناس جديده دخلت، هيثم عامل مع سيراميكا برده شغل كويس جدا. فانا مبسوط ان في وجوه جديده متواجده بقى لها 4 5 سنين على الساحه يعني. عظيم جدا. طيب هاخدك بقى للكوره، اهلي وزمالك في البطوله الافريقيه مستوى غريب. طلعت من كام يوم قلت لو بصيت على تشكيله الفرقتين من قبل ما نبدا لعب، قبل ما نبدا كوره، لا دول افضل فرقتين في القاره الافريقيه حاليا. الزمالك يخرج حتى الان بنقطتين فقط ويخرج من البطوله. النادي الاهلي في موقف يعني مش هقول خطير، ولكن اكيد في ريسك كبير جدا، 4 نقاط متساوي مع الهلال والمريخ. فازاي الاهلي والزمالك بالمستوى ده في البطولات الافريقيه؟ طيب بص يعني نبدا بالزمالك. الزمالك كريم، يمكن انا كنت من سنتين بالظبط او من سنتين وشويه كنت بعتبر فريق الزمالك هي افضل فريق في افريقيا، وده مش كلام يعني، كان في الواقع وفي ارض الملعب في السداسي اللي كان قدام، يمكن ديفنسي كان ممكن يكون ثابت، الونش، حازم، فتوح، او عبد الشافي مثلا قبل ما يجي، كان يعني كان في شغل كويس. ولكن السداسي الثقيل قوي اللي كان متواجد، كان في مصطفى محمد عامل عمق هجومي بشكل كويس جدا، كان في ساسي، كان في بن شرقي وزيزو، كان في طارق حامد واوباما. فانا كنت بعتبره بصراحه يعني السداسي مرعب. فبدأ العد التنازلي في المستوى بعد رحيل مصطفى محمد، بعد رحيل ساسي. اي نعم الزمالك خد الدوري في الموسم دوت الموسم اللي فات، ولكن اللي ساعده على كده، تعال نتفق ان احنا النادي الاهلي برضو في اخر 7 مباريات من الموسم تعادل كتير، خسر كتير، فادى الدوري لنادي الزمالك. وكان نادي الزمالك في الوقت ده كان في عد تنازلي، يمكن النتائج كانت 1-0 بالعافيه، لو تفتكر جون عمر السعيد في الجونه كان ممكن الدنيا ممكن تتلخبط تاني. لا الزمالك بيمر بمشاكل فنيه، مش عايز اتكلم على اللجان اللي جت ولجنه راحت ولجنه جت، ولكن في نهايه الامر انت بتاثر برضه باللعيبه، يعني انت لما يبقى في لجنه مش عارفه تجيب لعيب. بس انت قلت لي انه المشكله في الاساس في الملعب. في الملعب طبعا، يعني قبل العوامل الخارجيه. احنا لما كنا بنلعب في الزمالك، يعني احنا انا فاكر لما كنا في الزمالك كان في يعني احنا ايام فينجادا وكابرال، ولما خدنا الدوري وخدنا افريقيا وخدنا بطولات، كان في مشاكل، كان في مشاكل اداريه كتير، وكان في تغيير مجالس ادارات. ولكن انت عارف برضو الخريطه برضو بتاعه اللعيبه، زي ما كل حاجه اتغيرت الخريطه بتاعت اللعيبه اتغيرت، يمكن المبالغ، الفكر نفسه، السمات الشخصيه اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي انا وانت قبل ما نخش، كل حاجه اتغيرت. دي نقطه مهمه كابتن محمد، انه الارقام فعلا بقت مبالغ فيها، وانا عارف ان السؤال ده مكرر والسؤال ده كل شويه بنقوله، بس هو فعلا النجم او اللاعب الكبير بقى بيتساوي بالفلوس. يعني لو اللاعب ده بياخد 20 30 مليون يبقى نجم، خلاص ده بقى نجم وبقى لعيب كبير. طب انت بقى بتعمل ايه بالفلوس او الرقم ده بيساوي ايه بشغلك في الملعب؟ يعني مثلا لما يقول لك ايه كيليان مبابي مثلا يساوي 200 مليون يورو، مفهوم رقم ضخم وكبير بس مفهوم. لما تيجي تقول لي مثلا هالاند هيروح مانشستر سيتي 150 مليون يورو، هقول لك ماشي مفهوم، عشان هو عنده اللي يشفع له ويخليه كمان مؤثر وياخد الارقام دي، حتى لو ارقام برده كبيره عالميا يعني. بس احنا بندفع ارقام كبيره قوي، المقابل بتاعها ما بنشوفوش في الملعب. احنا بندفع مبالغ كبيره قوي في بعض الدوريات في بلجيكا وفي النمسا وسويسرا وهولندا، احنا بناخد اكتر منهم. حتى يعني في لعيبه في انجلترا في السكند ديفيجن في الدرجه الثانيه احنا بناخد فلوس اكتر منهم. بص يا كريم، انا مش ضد ان اللعيب ياخد فلوس، صح؟ بالعكس، انا اللعيب من حقه ان هو يامن مستقبله، ومن حقه ان هو ياخد 50 مليون كمان. 50 مليون بس، بس بس بيبقى في اسس ومعايير ان انت تاخد الفلوس عليها. صح. دي يعني مثلا انت لو لعيب محور مثلا زي طارق، يعني مش عايزين برضو نتكلم نقول لا، بنتكلم منتهى الامانه، طارق حامد مثلا عايز يجدد فعرضوا عليه مبلغ. فانت عارف اللعيب كل ما بيكبر في السن
كل ما القيمة التسويقية بتقل. يعني طبعا. انت عارف يعني رونالدو في مدريد او في اليونايتد مش رونالدو اليوفنتوس القيمة التسويقية بتاعته مش رونالدو لما راح يونايتد مدريد مش زي اليوفنتوس ومانشستر بالظبط. يعني فانا مش ضد اللعيب بس ايه المقاييس اللي انت تبني عليها ان انا اخد فلوس. هل انت راجل مثلا كلاعب ستة او لعيب تمانية مثلا هل انت بتشوط برجلك يعني انت عملت ايه في الموسم ده او في الثلاث مواسم اللي فاتت خدت كام افريقيا خدت كام دوري خدت كام كاس انت بتعمل عملت كام اسيست. انت عارف كل الحاجات دي لما بتيجي تجدد مع لعيبه بيبقى في معايير واسس وناس قاعده بره بتحسب وناس قاعده في الجهاز معاك واحد ستاتستكس واحد سكاوتي واحد معاك الراجل بتاع التحليل شغال معاك 3-4 سنين فبيقعد مع الاداره او المدير الرياضي بيقعد مع النادي بيقول لهم اللي هو متمثل دلوقتي في امير مرتضى فبيقعد معاه بيقول له انت عملت في الثلاث سنين اللي فاتوا دول كام جون عملت كام اسيست عملت يعني الموضوع معقد. لكن احنا عندنا هنا في مصر انا عايز 20 مليون عايز 30 مليون. الاول كان يقول لك ايه الاهلي ده اللعيب ده راح الاهلي فدايما القيمه بتزيد اللعيب من الاهلي يقول لك ده الزمالك عايزه فالقيمه بتزيد. لكن دلوقتي لازم عشان اجدد مع لعيب لازم انا اعرف هو عنده كام سنه هيديني الكام سنه اللي فاتت الكام سنه اللي جايين دول هل هو مثلا راجل 6 ده او 8 هل هو بيشوط بيمينه هل هو بيشوط بشماله هل بيلعب بدماغه هل مثلا بيلعب يعني انا برضو هنا اللعيبه برضو 6 و8 واللعيبه اللي بتلعب في نص الملعب انا ما بشوفش حد يا كريم برضو ان هو بيلعب بين خطوط بيعمل اسيستات كتير لا انا يعني كل اللي بشوفه ان هم بيلعبوا لورا كتير بيلعبوا على الجناب يعني مش عايز اخش في الموضوع ده بالعكس في موضوع فني لكن لا خد فلوس كتير وكل حاجه بس لازم يكون عند الاداره ودي لازم برضو كريم يعني الرابطه زي ما هي شغاله كويس وعملت كاس بشكل كويس وعملت اعداد وعملت اعداد كويس جدا في الكاس اللي كانوا عاملينه واللي هو لسه بعد كده المرحله اللي جايه هتشغلوا فيها لازم رؤساء الانديه او لازم الناس اللي قاعده تقعد مع الرابطه ولازم يحددوا المعايير دي ولازم يشوفوا المبالغ دي اللي بتدفع ديت لان انا شايف بصراحه يعني اوفر جدا اوفر بجد 40 مليون و50 مليون هو هل ده المفروض يحصل بقرار اعلى يعني لازم الرابطه او اتحاد الكوره هم اللي ياخدوا القرار ده ولا ده يبقى قرار من نادي يعني النادي مثلا يقول لك ايه لا انا السقف بتاعي في الارقام كذا فالنادي اللي جنبه هيعمل سقف زيه فالنادي اللي بعده هيعمل سقف زيه لكن لو في اي نادي ساب السقف مفتوح ما هو كله هيحاول يعلى عشان يعرف ياخد لعيبه كويسه من النادي انت لكن هي انا هو مش في العالم ما بيحصلش كده في العالم هو سوق مفتوح مانشستر سيتي هيروح يدفع فلوس كتيره جدا مانشستر يونايتد هيدفع فلوس كتيره جدا ممكن ارسنال ما يقدرش يعني هو سوق مفتوح بس المهم انت تعرف تكنترول على نفسك ما هو الكنترول للاسف في بعض الادارات بتاثر انت عارف اللعيبه دلوقتي برضو اللعيبه بقت اذكياء يعني احنا ما كانش في ميديا ايامنا ولا وكلاء يعني قليل جدا لما تلاقي في لعيب عنده وكيل يعني فتلاقي في خلي بالك دلوقتي لعيب عنده 2-3 في الميديا ماسكين له صفحته شغالين الله ينور على ده جاي له عرض في السعوديه جاي له عرض في الامارات جاي له عرض فانت طبعا قدام جماهير كبيره عايزه اللعيب دوت لعيب مهم وعايزين نتفق ان طارق من اللعيبه المهمه جدا في نادي الزمالك وفي منتخب مصر الفتره وادى كتير لنادي الزمالك بس مش هي دي المعايير برضو مش هي دي المعايير اللي انا اسمع ان طارق جاي له عرض في السعوديه فازود 5 مليون او 5 ويبقى 25 بدل 30 يعني مش هي دي المعايير المعايير الملعب المعايير المدير الفني الجديد اللي جاي المعايير المدير الرياضي اللي المفروض هو متعين علشان ينظم الامور دي فاعتقد والجماهير يا كريم برضو عايز اقول لك حاجه كريم زي ما بتعلي الفريق بتعلي النجم ممكن في ثانيه تجيبك 7 أرض وشفنا في ميسي يعني شفت جماهير باريس سان جيرمان عملت ايه في ميسي طبعا. يعني انت تتخيل ان ميسي احسن لعيب في العالم وهو يعتبر دلوقتي هو كريستيانو لازالوا هم افضل 2 لعيبه في العالم مع بيه مثلا مع كريم بنزيما في الحاله اللي متواجده مع محمد صلاح طبعا لا يعني محمد صلاح في ليفربول حاجه ثانيه بكلمك في 2 قعدوا 15 سنه اللي فاتوا دول هم نجوم كره عالميه طبعًا. دخل كريم بنزيما شويه دخل بيه شويه ولكن انت هل تتخيل الجماهير بتصفر على ميسي وفي بعض الاعلاميين هناك بقى يهاجموه بقى لا يعني الموضوع الجماهير ما حدش راهن على الجماهير لان الجماهير ولا الاول والاخير للنادي مش مزبوط. مش للعيب يعني مظبوط ما ده بقى النقطه الثانيه كنت هتكلم معاك فيها قبل ما نروح للاهلي كمان انه احيانا الناس او الجمهور يتعامل او اللعب
اللاعب يتعامل مع الجمهور ان الجمهور هيفضل يحميه طول الوقت. مستحيل انه هلعب مثلا يعني مثلا يطلع لاعب يسرب اخبار او يسرب قصص على تصور منه انه الجماهير هتهاجم النادي وتدافع عنه. لا لا مستحيل. هو ما بيدافعوا عنه عشان هو لابس شيرت النادي. عشان لابس شيرت النادي هو لازم يفهم كده. يعني ايه معنى مثلا ان انت يعني محمد ابو جبل طبعا عمل مستوى هايل في بطوله امم افريقيا وكان فت وكان عمل شغل كويس جدا مع المنتخب وسد مكان الشناوي بشكل جيد جدا يعني فوق الممتاز، ولكن ايه المعنى ان انت تتصور وانت بتمضي مع وكيل سعودي في 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 نفس الوقت بيقولوا الانباء ان هو رايح النصر السعودي، بعد كده النهارده او امبارح يطلع الوكيل دوت يقول لك انا كنت بمضي عقد وكاله مش نادي. فبرضه الامور متلخبطه، الشارع الزملكاوي او الجماهير الزملكاويه عايزه تطمن ان هو يبقى في حارس مرمى بمستوى جيد زي ابو جبل متواجد في صفوف نادي الزمالك، عايزه تطمن ان في واحد زي طارق حامد متواجد، ولكن في نهايه الامر انت يعني الناس دي مش متواجده، هل نادي الزمالك مثلا هيوقف؟ لا صحيح. يعني هو زي ما جم قبل كده طارق من سموحه وجي ابو جبل من سموحه برضو او كان في انبي قبل كده، لا يعني في لعيبه يعني في لعيبه وشغاله. طيب. ده نادي الزمالك. الاهلي بقى اتكلم في بطل افريقيا الموسمين المتتاليين، برونزيه كاس العالم الموسمين المتتاليين، كنت قلت قبل كده انه انا متصور النادي الاهلي ده لما يلعب اي بطوله اي مباراه في البطوله الافريقيه هو نازل عامل زي مانشستر سيتي كده، بيضغط على اي فرقه بيكسب اي ماتش خلاص. انا الاهلي بقى انا المفروض انا داخل انا كبير شبه الاهلي ببايرن ميونخ على فكره او باير انا اقصد عارف انت الفرق اللي هي الكبيره دي شخصية. اللي هي عندها ايه انا خلاص انا كده انتوا عارفين وانا عارف ان انا اجمد واحد فيكم فخلاص انا نازل بكسب اي مباراه في ملعبي او خارج ملعبي. خارج ملعبي ده حقيقي. ده يعني زي ما انت ما اتكلمنا في السمات الشخصيه للعيب، في سمات شخصيه للانديه كبيره زي النادي الاهلي، الفوز والمكسب هم المنهج الوحيد ان انت بتلعب علشانه يعني. حتى اللعيبه لما بتيجي من بره، يمكن انا لما رحت من مقاولين للزمالك، لا الوضع ممكن يكون مختلف جوه النادي الاهلي، في نظام في سيستم في روح دايما يمكن بلس 90 اللي هم بيتكلموا عليه دي ما بتجيش من فراغ يعني فاهم. ما ينفعش ان الفرقه بشخصيه النادي الاهلي ان هي تطلع متعادله مثلا، لا بيبقى في روح عاليه جدا داخل الملعب. ولكن الفتره الاخيره زي ما انت قلت، انت بطل الدوري بطل افريقيا جاي من كاس العالم، الفتره الاخيره ممكن ماتش بيراميدز وبعد كده عمل مستوى هايل، كان في ضغط عالي جامد جدا على فريق بيراميدز لان هي بتلعب انت بتلعب بيلد اب من تحت او بناء من خلف من تحت، فالنادي الاهلي عمل عليها ضغط كبير جدا. الاصابات برضو بيبقى عليها عامل كبير جدا، ان انت تسافر بعد كده تلعب صن داونز بعد كده تسافر، دي برضو يعني ممكن يكون عامل عليها ارهاق كبير جدا. عدم وجود برضو ظهير ايمن بشكل ثابت بعد اصابه اكرم واصابه محمد هاني وتواجد طاهر اللي هو مش في مكانه، يمكن مستر موسيماني يعني يكون عنده مرونه افضل من كده ان هو ممكن يستعين بحد غير طاهر في المكان دوت. ولكن يعني برضو ان انا العب بثلاث محاور برضو دي مش، وادي قفش ناحيه الشمال وبيرستاو ناحيه اليمين، يعني في بعض الامور برضو او بعض المتغيرات بتقابل المدير الفني. موسيماني مدرب كويس ومدرب كبير، ولكن ممكن داخل الملعب قابله سوء حظ في موضوع الاصابات، موضوع الارهاق، موضوع ان معلول برضو قعد فتره كبيره جدا وبعد كده رجع. فدايما النادي الاهلي مش متكامل دايما، حتى الروتيشن لما بيتعمل يعني برضو على فترات قليله يعني فاهم. لا ليه يعني ليه الروتيشن يتعمل على فترات قليله؟ يعني مثلا انت تحديدا قائمه النادي الاهلي مختلفه شويه عن قائمه الزمالك عشان برضو كان عنده وقف القيد، النادي الاهلي كان القيد مفتوح، فقائمه النادي الاهلي مليانه لاعبين مميزين، مليانه نجوم كويسين، ليه الروتيشن ما بيتعملش بشكل كويس؟ يعني لما بيتقال كلمه ارهاق انا بقول ليه ارهاق، يعني ليه ارهاق وانت عندك قائمه كبيره؟ انا الارهاق ده ممكن يتقال في اي صح بالظبط، الارهاق ده لو انت عندك عناصر معينه وانت مش قادر تطلعه من هي الملعب. هي بتبقى قناعات يا كريم، يعني هي بتبقى قناعات عند مدير فني. في مدير فني بيحب ان هو يعني يتواجد بال 13 14 لعيب طول الموسم زي ما كارتيرون كان شغال مثلا. موسيماني ممكن اختلف معاه في الروتيشن بتاعه، يعني الاجنحه لو انت تفتكر كانت شويه طاهر شويه كهربا شويه بيرستاو لما جه، شويه مكسيموني شويه قفشه في ناحيه الشمال في ناحيه اليمين. ولكن انا بشوف قفشه ان هو يعني لعيب 10 ما بيلعبش، يعني انا يعني
هو ستايله 10، راجل بيحب يتحرك، بياخد الكره من لعيبه نص الملعب، بيتحرك بين خطوط بشكل كويس قريب من 18. انت مش محتاج لو طريقه اللعب اتغيرت عشان حتى يبقى ليه مكان في منتخب مصر تطور من نفسك انت كمان؟ يعني انت ممكن تكون انت متعود طول الوقت على رقم 10 زي ما انت قلت، هو فعلا قفشه ما بيتالقش غير 4-2-3-1، بس لو المدرب بتاعك هيلعب 4-3-3 ولا هيلعب 3-4-3 او 4-3 زي المنتخب، خلاص انت مش هيبقى ليك تواجد. مفروض انا لعيب مهم، لعيب في الفرقه زي قفشه، لازم يكون عنده مرونه تكتيكيه شويه، ان هو لو اتحط في اليمين بيجيد، لو اتحط في الشمال بيجيد. ممكن مش زي المتواجد في مكان الاساسي، ولكن بتبقى برضه كريم، يعني مش قفشه برضه، مش عايزين نحمله فوق طاقته، لان هو بس انت قلت هو ليه مكان مثالي لما بيلعب 10 في 4-2-3 بيبقى اعظم لاعب. لكن في ثلاث محاور بيلعبوا قدامه، دي بقى اسف وراه، بتبقى برضه عامله له مشكله شويه. يعني حتى استغربنا، يعني زي ما استغربنا من تغيير زيزو مع وساب بن شرقي، اللي هو كان اسوء من زيزو كان شغال كويس، مش عايزين نقول ان هو كان سيء، لا كان شغال كويس في المباراه. انا استغربت جدا برضه لما طلع ديانج وخلى السوليه، يعني خلى حمدي، يعني ديانج كان افضل بكتير، صح. يعني على الاقل على المستوى البدني، على المستوى البدني وعلى المستوى الفني كمان. يعني لا السوليه بدني وفني ما كانش كويس في المباراه، السوليه كان مرهق جدا الفتره اللي فاتت، وجاي من منتخب وجاي صحيح. فاعتقد برضو ان في بعض التغييرات اللي حصلت برضو ما كانتش في مجملها. في نهايه الامر برضو انت عندك ماتش الهلال والمريخ على ارضك، فمش حاجه مضمونه، ولكن النادي الاهلي طبعا بطوله افريقيا دي مفضله ليه، وبيروح من خلالها لكاس العالم، فاعتقد الدور الثاني، يعني انا مش قلقان النادي الاهلي ما يصعدش، لا هيصعد ان شاء الله باذن الله، وهيبقى عنده 10 بونت، ولكن الادوار الثانيه فيها فرق قويه جدا زي الوداد، زي ما شفنا الوداد مستواه اتطور جدا، عنده محترفين بشكل كويس جدا، الافارقه اللي متواجده غير الافارقه اللي كانوا متواجدين قبل كده في فرقه الوداد. سان داونز فرقه زي ما شفناها، فرقه قويه جدا، وفرقه ما زي ما بتلعب بره ارضها زي ما بتلعب جوه ارضها، بيعتمدوا دايما على اللعب من ورا وما بيلعبوش طويل كتير، عملوا صفقات كبيره، يمكن في جدال بينهم وبين مستر موسيماني في التصريحات اللي فاتت ديت الاخيره ديت، ولكن هو انصاق لل، حاسس ان هو عصبي يا كريم، يعني حاسس ان هو عصبي الفتره اللي فاتت دي، ودي مأثره على شغله ومأثره على الفرقه. فاتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يبقى فيه هدوء، ويبقى فيه ثبات تشكيل، ويبقى وجود هاني برضو هيبقى يدي اريحيه شويه ليه في ناحيه الظهير الايمن يعني. طيب وحسام حسن برضو، يعني اتمنى برضو حسام حسن في سموحه، انت عارف السنين اللي فاتت دي كلها مقدم مستويات عاليه جدا، فاتمنى ان هو ياخد فرصه بدري شويه، يعني بلاش ال10 دقايق والخمس دقايق، انت عارف المهاجم دايما بيبقى رجله دايما عايزه تبقى في الملعب، صحيح. حتى لما الفرصه اللي ضاعت منه دي انا يعني مش عايز الومه، انا مش عايز الومه، لان انت عارف زي ما شريف قعد وبعد كده رجع يلعب تاني وجاب اجوان، حسام برضو محتاج الفرصه ان هو يلعب، وممكن ممكن تستعين بشريف في الشوط التاني، تلعب حسام حسن بدري شويه الشوط التاني من بدايه الشوط التاني، يعني عنده مرونه تكتيكيه ان هو ممكن يغير شويه هنا وهنا يعني. طيب منتخب مصر مواجهتين السنغال، مواجهتين ننتظرهم جميعا، عارفين ان هم صعبين مش سهلين، مطلوب صحيح. ايه مننا دلوقتي كجماهير وكلاعبين قدامى وكاعلاميين في المسانده وايضا في الحديث عن امور فنيه ان شاء الله ربنا يكرمنا بيها في مواجهتي السنغال؟ لا يعني يعني الدوري خدنا شويه، بطوله افريقيا خدنا شويه، حتى كان في برضو رجعنا للسوشيال ميديا برضو، ده بيحفل على ده وده بيحفل على ده، وناسين خالص المهمه بتاعه المنتخب. يمكن الوضع مش سهل، ولكن مش مستحيل يعني، وجود برضو عودة الشناوي برضو بتدي قوة كبيرة جدا للمنتخب. يمكن في مشكلة في مشكلة قلب الدفاع دي يا كريم برضو، كنا بنتكلم قبل الحلقة، مفيش متواجد غير محمد عبد المنعم والونش، يعني مين التالت؟ لو انت قلت لأي حد فين التالت اللي متواجد معهم، مشكلة كبيرة يعني، في ظل تراجع بعض اللعيبة، تراجع بعض المستوى اللعيبة زي محمود علاء وزي أيمن أشرف وزي النا، يمكن ياسر إبراهيم أقرب واحد ممكن ليهم، ممكن علي جبر في بيراميدز. ناحية الشمال برضو مفيهاش مشكلة، فتوح متواجد فيها. ناحية اليمين برضو هتبقى عمر كمال برضو بيقدم مستوى كويس في بطولة أفريقيا، فأعتقد مش محمد هاني رجع كمان، محمد هاني رجع بالظبط في نص الملعب برضو مفيش مشاكل، حمدي وعمر السولية والنني برضو الأجنحة بتاعت منتخب مصر
محمد صلاح طبعا، وناحيه الشمال طبعا عمر وتريزيجيه برضو. اعتقد ان هو في اخر بطوله افريقيا في الماتشات الاخيره لو تفتكر ان هو ابتدى ان هو يخش الفورمه بتاعته اربع مباريات مع بشاك شهير، اربع اهداف. فالدوري زي ما بقول لك في الدوري عامل شغل كويس جدا، فاعتقد ان هو راجع لفورمه كويسه. وتريزيجيه من اهم لعيبه منتخب مصر الفتره اللي هي قبل ما يتصاب فيها، فالحمد لله ان هو راجع. يمكن المشكله كلها في المتواجده حته المهاجم برده راس الحربه، لان مصطفى محمد كان بيبذل مجهود على المستوى الدفاعي بشكل كبير جدا. لو شفنا في بطوله افريقيا ما كانش في مسانده هجوميه كويسه لمنتخب مصر، يمكن يعني عدم وجود ظهير بيهاجم كتير من ناحيه اليمين كان برده مع صلاح، فما كانش في كرات عرضيه كتير ان هي تساعد مصطفى. ان هو مصطفى انت عارف لعيب بوكس ومحتاج ان هو حد يلعب له كرات عرضيه كتير سواء من اليمين ولا الشمال. فاعتقد يعني لا ان شاء الله باذن الله يعني مستر كروش عنده من الخبرات الكافيه طبعا، راجل يعني ريال مدريد مانشستر، راح كاس العالم مرتين بايران، فاعتقد ان هو عنده الخبرات الكبيره ان هو ان شاء الله باذن الله يقدر الفتره اللي فاتت ال10 ايام او 12 يوم ان هو ممكن يلم الدنيا ان شاء الله باذن الله ويعمل توليفه كويسه ان شاء الله يعني. باذن الله. كابتن محمد صديق شرفتني ونورتني ودايما بسعد جدا بتواجدك معايا. شكرا لك، كل التوفيق ليك ان شاء الله. كل التوفيق. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، نستقبل مروان الشافعي ومحمد جمال نكلمهم في امور كثيره جدا، واكلمهم في احزان النهارده مع مانشستر يونايتد. خليكم معانا بعد الفاصل، نواصل ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفنا ونورني في هذه الفقره مروان شافعي ومحمد جمال الاصدقاء الاعزاء. مروان مشرفنا حبيبي كيمو، دايما مبسوط معاك. اخبارك ايه؟ حبيبي كويس جدا. حبيبي يا كيمو، دايما مبسوط اني موجود معاك. امورك كويسه؟ طيب زي الفل. شكلكم مبسوطين. مبسوط عشان معاك طبعا بغض النظر عن النتائج يعني. مبسوطين ليه يا جماعه؟ انا جايبكم تشاركوني احزاني اصلا. شاركك يعني. شاركك. اتفرجت على ماتش مانشستر؟ اتفرجت. مبسوط؟ لا طبعا مش مبسوط. طبعا مش مبسوط. واضح بس يعني عارف متوقع يعني. مش اللي هو بقى عادي خلاص، خلاص مش هتصدم. 4-1 مانشستر سيتي كنا مع بعض برضه. مش طيب بنلعب فينا احنا ولا ايه؟ مش عارف يعني. مش عارف. انا كده بطلع كل يوم. انا مش هينفع اقول حاجه بقى، ما ينفعش تضيفي يعني يا عم مروان. لا يعني مانشستر يونايتد بتعاني معاناه شديده جدا من ايام السير يا كريم. الموضوع فاهم متكرر، اختيارات مدربين غلط، اختيارات لعيبه غلط، تكتيك غلط. قبل الهوا كنت بتقول لي مفيش حتى رده فعل بعد تلقي الهدف، مع انك مخلص في الواندا متروبوليتانو 1-1 ومسجل في الدقيقه 84 يعني عامل كامباك. فعندك فرصه يعني. هو اللي النهارده مش الهدف اللي داخل في مانشستر يونايتد، عشان الاهداف دي بنشوفها كتير يعني. كل الاخطاء الدفاعيه اللي فيها رده الفعل، بس مفيش رياكشن، مفيش خالص. اللي هو دخل فينا جول يا حبيبي تخرج من دوري الابطال، ده جون يعني. انت جون واحد هترجع وتلعب اكسترا تايم بالظبط. لكن بشوف منظومه عندها مشاكل كبيره دفاعيا وهجوميا من مدرب. انا قبل كده قلت لك ان راجنيك مع سيميوني كمقارنه ارقام في الشامبيونز ليج، واحد وصل بس الادوار الاقصائيه اكتر من 8-9 مواسم، والتاني درب في تاريخه كله في الشامبيونز ليج حاجه و20 ماتش. فمدرب متمرس في البطوله سيميوني، ومدرب تاني عنده افكار متطوره، عنده افكار كسبورتس دايركتور، لكن على ارض الملعب اعتقد ان هو ما يصلحش ان هو يكون مدرب مانشستر يونايتد ولا حتى الفتره المؤقته، لان الفتره المؤقته دي انت بتخسر فيها تشامبيونز ليج، وانا بقول ان انت كمان ممكن تخسر المقعد الرابع في الدوري، لان ارسنال ماشيه بشكل كويس، تشيلسي بشكل كويس، ليفربول وسيتي، توتنهام مع كونتي شكلهم افضل، ويست هام برده مع مويس، فانت ممكن تخسر المركز الرابع. وللاسف يا كريم انت اذا خسرت المركز الرابع انت 100% خسرت كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو استحاله يكمل في مانشستر يونايتد والسنه الجايه يشارك في اليوروبا ليج في اخر سنه او عيب. سنتين في مسيرته هتبقى صعبه قوي يعني. انا هروح العب مع بورتو. كريستيانو هروح العب مع بورتو يعني، يرجع البرتغال بكرامته يعني. بالظبط كده. كريستيانو رونالدو، انطونيو كونتي في المباراه الماضيه ومباراه توتنهام اللي جاب فيها كريستيانو رونالدو هاتريك في المؤتمر الصحفي بعد المباراه، قال ان مانشستر هيبقى اختهم بكريستيانو، لو كريستيانو ما كانش موجود كان هتبقى النتيجه مختلفه. احساسي بقى ان مانشستر يونايتد طول الوقت هو انا عايز ادي لكريستيانو، زي فاكر عارف ساعات كوبر ادي لصلاح، باصل صلاح. النهارده حتى الكور العرضيه معلقه كده بالونه اي حاجه، هو كريستيانو هيعرف ينط، فاهم الكونسبت اللي بقى عند اللاعبين؟ كريستيانو هيعرف ينط، لكن كمنظومه فريق ولا اي حاجه، ولا بنى هجم بشكل سليم، ولا عرضيات بشكل سليم، ولا تمريرات بشكل سليم، ولا تصويبات بشكل سليم. انت حاول تدي الاوفر لكريستيانو وان شاء الله هيعرف ينط. نقطتين مهمين يا كريم. النقطه الاولانيه اللي كان بيتكلم فيها مروان، المنظومه
المنظومه نفسها فيها مشكله. الدخول في المباراه كان صعب جدا وسيء جدا. لما ادخل المباراه دي وانا عارف ان انا هلاعب سيميوني وسيميوني ما بيغيرش التاكتيك بتاعه كتير، حتى هو السنه دي كمان خلي بالك ان اتلتيكو مدريد مش في احسن احواله في الليجا، اتلتيكو مدريد رابع الليجا، هو خلاص حقق التارجت اللي هو عايزه، هو عايز يوصل لابعد نقطه في التشامبيونز ليج، عايز يخطف البطاقه الرابعه مع برشلونه واشبيليه والريال في الليجا ويتاهل السنه الجايه للتشامبيونز ليج. دي كل اهداف سيميوني السنه دي. دييجو سيميوني لما يدخل المباراه بالشكل المعتاد بتاعه وهو متعادل 1-1 في الواندا متروبوليتانو، لما يجي النهارده يخش راجنك يدخل المباراه بال 4-2-3-1 قدام سيميوني وبيلعبوا 3-4-3 وبعد كده بعد ما بيسجل اتلتيكو مدريد ده بعد الهدف الملغي، بعد ما بيسجل اتلتيكو مدريد بيظل مانشستر يونايتد بال 4-2-3-1 اللي اثبتت عدم فعاليتها من بدايه المباراه، فانت داخل بشكل سيء ما قدرتش تغير خلال احداث المباراه. دييجو سيميوني بعد ما سجل قلب ال 3-4-3 وابتدى انه يرجع بالعشرة تحت الكوره، الشوط الثاني كله دييجو سيميوني بيلعب بالعشرة تحت الكوره، مستحيل ان انت تعرف تخترقه بالطريقه دي. فابتدى يعمل ايه؟ الجمله اللي انت قلتها بقى كريم، بعلق لكريستيانو، انا مستني المنقذ ان هو يجيب لي جول في اي وقت. وده في الكوره اسمه فلس طبعا. انا وصلت لحاله من الافلاس. انا مستني كريستيانو ان هو يرجعني تاني في المباراه. رده الفعل رده الفعل بتقول انه الفرقه كلها ما عندهاش قناعه انها تقدر تسجل. انا مستني لو كريستيانو ما سجلش يبقى اليونايتد مش هيسجل. ودي مشكله كبيره جدا جدا في المنظومه. زي ما قلنا دخول المباراه سيء جدا مع راجنك، اداره المباراه سيئه جدا جدا، معظم اللاعبين مش في حالتهم. ونرجع تاني لما تيجي تبص على السكواد نفسه او اللاين اب اللي بيدخل بيه راجنك سواء في البريمير ليج او في التشامبيونز ليج، سكواد متهالك. حتى لو انا عايز اعمل مشروع، انا الراجل ده سبورتيف دايركتور، الراجل ده مش مدير فني. فانا لما رحت جبته عشان يعمل المشروع ده، انا افسدت كل محاولات راجنك ان هو يعمل المشروع ده، لان انا حطيته في بوزيشن مش بتاعه. انا حطيت راجنك في بوزيشن اضر نفسه وأضر اليونايتد، ما عندوش الخبرات الكافيه ان هو يبقى موجود في التشامبيونز ليج. فراجنك لا هو مناسب لليونايتد ولا اليونايتد مناسب ليه. والنقطه الاخيره، لو اليونايتد لم ينهي البريمير ليج في المقعد الرابع، لانه خلاص الثلاث مراكز الاولانيين بشكل كبير قوي، المركز الاول ما بين السيتي ليفربول، المركز الثالث تشيلسي خلاص قريب منه جدا، المعركه كلها في البريمير ليج هتكون ما بين ويستهام، ارسنال، توتنهام، اليونايتد. لو ما قدرش يخلص مشروع اليونايتد بالكامل هينهار السيزون اللي جاي. كريستيانو زي ما انت قلت مستحيل يبقى موجود السيزون اللي جاي واليونايتد مش موجود في الشامبيونز ليج. الفرقه نفسها عشان اعمل ده السبونسرنج، الفلوس والمداخيل اللي هتبتدي تخش الفرقه عشان انا هلعب في الشامبيونز ليج، ده مش هيدخل. فالفلوس دي نفسها هتأدي المشروع كله هينهار. عامه هو المشروع كله منهار بقاله 7-8 سنين يعني. هو ابتدى جاب راجنك عشان يشغل الراجل ده سبورتيف دايركتور كمدير فني مؤقت السنه دي. صحيح. انا بس عندي نقطه انا بشوف يمكن خساره مانشستر يونايتد للنهارده، واذا ما تاهلش تشامبيونز ليج على الورق وتوضح بالنسبه لنا ان هي خساره كبيره وممكن تدمر المشروع، في وجهه نظري هي ممكن تبقى بدايه لمشروع جديد ياخد فتره طويله للنجاح زي مشروع ارسنال. ارسنال النجاحات اللي وصلت لها دلوقتي هي وصلت لها لما ارتاحت من صداع البطولات الاوروبيه. ما اقدرش اقول ان ارسنال نجاحات على قد ما اقول انه بدا يتحسس طريق النجاح، يمسك التراك. يمسك التراك، وصل لمدرب افكاره مقنعه للجمهور، افكاره مقنعه للاداره، وصل لتراك معين زي ما كان الدكتور جمال بيتكلم، وصل للعيبه وسكواد معين. انا بشوف ان اليونايتد محتاج يتخلص من حاجتين، يتخلص من توقعات العاليه للجمهور والناس تنزل على ارض الواقع ان الفريق دلوقتي محتاج بنى جديد وبيمر بفتره مش هينفع تنافس فيها، وينزل على واقع تاني ان هو فكره الاعتماد على السوبر ستار الواحد خلاص هي بقت فكره مش ناجحه في العالم كله. صح. في ظل كبر سن كريستيانو. ونقطه اخيره فنيه، فكره ان انا اذا عايز اعتمد على كريستيانو وكل خطتي على كريستيانو ما اروحش احطه كاسترايكر نمره 9 قدام فريق بيلعب بثلاث مدافعين، ده انا كده بسلمه لثلاث مدافعين. على الاقل كنت اطيره مثلا على جنب الاجناب وابدا بكافاني عشان واحد ياخد العين من كريستيانو، لكن اداره الماتش كلها كان فيها مشاكل. طيب هكلمكم بعد الفاصل عن مواجهه قويه جدا النهارده مش بكره، يعني ليفربول وارسنال هي مواجهه في منتهى الاهميه لليفربول جدا، مباراه صعبه جدا. صح. ارسنال زي ما احنا اتفقنا ان هو في افضل احواله، ليفربول محتاج الفوز ده جدا عشان يقرب جدا جدا من مانشستر سيتي على استضافه البريمير ليج. هسال جمال ومروان بعد هذا الفاصل، خليكم معانا.
يا رب حضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لكم مواجهه كبيره جدا في الدوري الانجليزي النهارده الساعه 10 الا ربع بين ليفربول وارسنال، مواجهه في منتهى الصعوبه. ليفربول يكسب يبقى فرق نقطه واحده مع مانشستر سيتي على الصداره. جمال المواجهه دي كبيره قوي، مواجهه كبيره وصعبه، من سنه ولا سنتين ولا ثلاثه هتبقى مواجهه سهله جدا طبعا. ارسنال كان في اسوء احواله، لكن السنه دي ارسنال غير، ارسنال مع ارتيتا مختلف تماما طبعا. ليفربول عنده تارجت انه ياخد البريمير ليج، ارسنال عنده تارجت عايز ياخد المركز الرابع ويتاهل للتشامبيونز ليج علشان يحيي بمزيد من النجاح المشروع اللي هو بيعمله. مجموعه الشباب اللي موجوده في الفرقه اللي ناجحه بشكل كبير جدا، وانت قلت نقطه تحت الهوا، قلت نقطه عظيمه جدا بالنسبه لارسنال، قلت انه ارسنال انا مش هقول ان هم عملوا نجاحات بومينج، نجاحات كبيره، لكن هم مقارنه بالستاندر اللي اتحط في سنتين ثلاثه اللي فاتوا، لا هم عاملين نجاحات، لان انا سبرت على المشروع ده وجمهور ارسنال وصل لمرحله انه خلاص ما بقاش منتظر. نقطه سقف التوقعات اللي كان بيتكلم عليها مروان نزلت شويه عند ارسنال، قدروا السنه دي ان هم يوصلوا للحاله من الادابتيشن او التكيف مع التوقعات اللي نزلت شويه. ارسنال دلوقتي بينافس على المركز الرابع، ماشيين بشكل جيد جدا مع المجموعه اللي موجوده مع ارتيتا. في الناحيه الثانيه ليفربول ما قدموش حلول، ليفربول لازم يكسب كل المباريات اللي جايه بما فيها مواجهه 10 ابريل مع السيتي في ملعب الاتحاد، فمهم جدا جدا ان هم يلعبوا ارسنال ويكسبوا ارسنال، لانه ما عندهمش حلول. هم بكره التعادل المعنوي النفسي المهم جدا اللي عمله السيتي مع كريستال بالاس، والهديه اللي ادها لهم فييرا المدير الفني لكريستال بالاس، وقدر ان هو يتعادل مع السيتي بياخد منهم 4 بونت في نفس السيزون. كسب الماتش الاولاني، كسب وتعادل يبقى خد منهم 4 بونت، فخد منهم 4 بونت في نفس السيزون فاداهم هديه. هل بقى ليفربول اعتقد ان هم هيستغلوها، مش هيفرطوا في المباراه دي وهيسيبوا الامور معلقه كما هي لمباراه ملعب الاتحاد يوم 10 ان شاء الله. ليفربول هو صراحه هيلعب، يا رب هيلعب، كلوب قال النهارده انه هيلعب ان شاء الله، يعني هيشارك، بس يعني لو في ممكن يبقى احتياطي او اساسي، بس على الاقل يبقى موجود. هو انا خلي بالك هو شارك في تمرينه واحده، تمرين جزء واحدة من تمرينه كمان، فما اظنش ان احتمالات كبيره انه يبدا المباراه، لكن اكيد هيبقى نفسيا على الاقل هيكون موجود طبعا في السكواد، اتمنى يكون موجود في السكواد وبعد يعني ما يبداش طبعا حفاظا ليه علينا يعني. هم لسه قدامهم كتير، يعني فكرت في كده يعني احنا بنحب ليفربول عشان خاطر محمد صلاح طبعا، بس لو هنخسر محمد صلاح مش هنحب ليفربول، مش عايزينه يكسب بكره ولا يعمل اي حاجه صح. بس انا بشوف ان ليفربول بيحط ضغط على مانشستر سيتي انا ما كنتش متوقعه بصراحه، يعني ضغط ان هم يقعدوا يكسبوا. انت فاكر كريم في شهر 12 ويناير كان الفرق وصل الدوري وصل 12 نقطه، لا كلنا اتفقنا ان سيتي خد الدوري من نص الموسم، انا كنت فاكر كده بصراحه، يعني ده كانت توقعاتي، فكره ان هم رجعوا يقعوا بالشكل ده، فكره الليفربول عمل ستريك رهيبه، وفي ظل كاس افريقيا الكريدت كله يرجع لكلوب والعين كلوب في التعاقد مع لويس دياز والاعتماد على دييجو جوتا واعتماد على باقي السكواد. ماتش بكره مش سهل، ماتش في الاميريتس زي ما دكتور جمال بيقول، ارسنال عندهم يعني طموح كبير جدا هي العوده تاني للشامبيونز ليج بعد سنين طويله، ومش باكين على حاجه خلي بالك، لان هم لسه عندهم اصلا ماتشين فرق غير ماتش بكره ما بينهم وما بين اليونايتد، فهم لسه عندهم الفرصه ان هم يعوضوا. والمعروف عن ارسنال اللي فريق بيلعب الكره الممتعه، فريق بيلعب للهجوم، فريق عمره ما بيقف ورا، حتى مع ارتيتا في التزام دفاعي او في بالانس الى حد ما، لكن فريق هيدي ليفربول مساحه ان هو يدخل في الجيم. وانا بشوف ان مش بس كمان ماتش مانشستر سيتي في الاتحاد هو اللي هيحسم، لا انا متوقع ان الفريقين هيقعوا لسه مع الفرق الصغيره، هو ده النقط اللي انت ممكن تفقدها، هي دي النقط اللي هتحسم. الفرق الصغيره بين قوسين، انا قصدي الفرق يعني مرشحه على الفوز بالدوري الخمسه الكبار، بس انا اقصد انه كلهم فرق كبيره في البريمير ليج، انت بتحب البريمير ليج جدا طبعا، كلهم مرعبين. طيب تيجي نروح لمنتخب مصر بسرعه، في قائمه بدأت تنتشر تسرب لمنتخب مصر، ملحوظاتك على هذه القائمة، المفروض نعمل ايه مع المنتخب الفترة اللي جاية؟ المفروض يعني المنتخب يشتغل ازاي الفترة اللي جاية؟ الناس قلقانة شوية من هبوط بعض مستوى اللاعبين سواء مع الأهلي أو مع الزمالك، قلق إنه منتخب السنغالي منتخب قوي، يعني نطمن ازاي؟ الحالة اللي كان عليها بعض اللاعبين واللي الناس انتبه للقلق شوية بعد اللعيبة دي ما رجعت أنديتها، ترجعنا لما كنا بنتكلم على كيروش، وهو ايه اللي نجح في كيروش؟ كيروش نجح في خلق منظومه، فاللعيب بينجح داخل المنظومه مش خارجها، ده يدي للناس مزيد من الطمأنينة انه حاله الهزه اللي كانت عند بعض اللاعبين دون تسميه ده بسبب رجوعهم دخلوا في سيستم تاني طبيعي. اي لاعب لما بيوصل للبيك بيجي له وقت بعدها بيحصل له شويه انخفاض في المستوى، اللعيبه تاني هترجع تخش جوه السيستم. علشان كده لما تيجي نحط تعليق على القائمه المتداوله ما بين قوسين المتداوله، لازم اقول انه كيروش مش هيغير كتير وما ينفعش يغير كتير، الفرقه ما اتجمعتش من بعد افريقيا،
ما اقدرش ان انا اغير وانا رايح العب الفريق ده واعمل تغييرات بلس التغييرات الاضطراريه اللي عندي. انا عندي تغييرات اضطراريه بدخول بلاعب زي محمد هاني، تغيير اضطراري ما اقدرش ان انا ما عنديش اي اوبشن ان انا ما دخلش محمد هاني. عدم وجود احمد حجازي، خلاص هلعب بالاثنين سنتر باكس اللي كانوا موجودين ونهيت بيه مباراه السنغال، حجازي والونش وعبد المنعم بسبب غياب حجازي. نفس الوقت الاداء العالي جدا والموفق جدا من تريزيجيه بعد انتقاله للدوري التركي بيجبر كيروش انه يحطه ضمن حساباته، انه وارد جدا نلاقيه في التشكيل بدلا من عمر مرموش. عمر مرموش اكيد هيتم استدعائه، لكن بتكلم عن لاين اب ان هو يبقى موجود في المباراه، لكن باقي المراكز التغيير فيها هيبقى في اضيق الحدود. الراجل هيعتمد على معظم العناصر اللي انسجمت بشكل كبير جدا خلال كاس الامم اللي فاتت، واللي نهت اخر مباراه امام السنغال وقدمت مباراه كتنظيم كدفاع كمنظومه، قدمت مباراه جيده جدا. الناس طول الوقت عايزه الاداء الهجومي، عايزه الشغل الهجومي، والكلام على انه التطوير الهجومي في الاداء، احنا بنشتغل دفاعي كويس بالتطوير الهجومي. في تلعب مع منتخب كبير زي منتخب السنغال او اي منتخب او اي فريق في العالم انت بتاخد حذرك. انا وانت اتفرجنا على مباراه باريس سان جيرمان وريال مدريد مع بعض، وازاي الريال كان متراجع جدا قدام باريس سان جيرمان في المباراه الاولى عشان عارف هو بيلعب مع مين. ما اتفق معاك، هو دكتور قال حاجه مهمه قوي، هي المنظومه والمنظومه الدفاعيه هي الاصعب في تطويرها وتنفيذها عن المنظومه الهجوميه. أيوة. لان المنظومه الهجوميه بتتطلب مهارات فرديه، لكن المنظومه الدفاعيه بتتطلب مجموعه كامله بتادي ادوارها، مجموعه كامله بتتناغم مع بعض في الترحيلات، مجموعه كامله بتتناغم مع بعض في الضغط. من اهم الماتشات الريفرنس بالنسبه لي ومرجع في بطوله افريقيا والفتره كيروش هو ماتش المغرب. احنا عملنا قدام المغرب منظومه في الضغط هايله جدا في كل تحركات اللعيبه، في كل ترحيل للعيبه، وكان غايب عننا لعيبه في الماتش ده، وكان حتى ايمن اشرف بدا كلافت ميد فيلدر على الناحيه الشمال في نص الملعب. ففكره ان انت بتدخل لعيبه بتفيد في المنظومه على طول، بتقدر ان هي تدي لك امام عاشور مثلا لو يلعب ماتش الفاينل قدام ساديو ماني ويظهر بالمظهر ده، محمد عبد المنعم، فكل ده بيطمني ان منظومه كارلوس كيروش الدفاعيه هي منظومه قويه. عندنا بعض المشاكل في النواحي الهجوميه، ولكن هيتم تطويرها امتى؟ هيتم تطويرها في ماتشين البلاي اوفز، لان في ماتشين البلاي اوفز انت بتلعب فريق عنده بين قوسين كده غرور كروي شويه، جاي كسبان عليك في بطوله كاس افريقيا، جاي بيلعب الكوره الهجوميه، جاي عنده اسلحه هجوميه كبير، هيسيب لك مساحات. لما يسيب لك مساحات اذا انت واقف صح، اذا انت عامل منظومه دفاعيه قويه، هتقدر من خلال المساحات دي ان انت تستخدم الترانزيشنات وتستخدم التحولات الهجوميه على محمد صلاح او على لعيبه الخط الهجومي بشكل كبير، مع تالق بقى مصطفى محمد فتره فاتت عامل ماتشات كويسه، مع صلاح طبعا كالعاده، مع تريزيجيه، مع وجود كذا اسم في الدوري المصري على مثلا ابراهيم عادل في وجهه نظري اللي ممكن يكون حل على الدكه، او احمد عبد القادر في غياب طبعا رمضان صبحي ربنا يرجعه بالسلامه، فهيبقى عندك حلول هجوميه. لكن اسامي اللعيبه اللي الناس قلقانه منها اللي هي في مستويات مش عاليه زي الونش، عبد المنعم، ابو الفتوح، انا في وجهه نظري دول هيبقوا من افضل اللعيبه في الماتش. الدوافع مختلفه، المنظومه مختلفه، تصديق المدير الفني هيفرق معانا كتير قوي. صحيح مروان، شرفت ونورت كالعاده. حبيبي كريم، حبيبي شرفت، شكر جدا. جمال كالعاده بتشرف بيك مروان، شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، واشوفكم يا رب على خير.